بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنطلق غدا الخميس منافسات الجولة 21 من دوري عمان تل للمحترفين، حيث سنشهد مواجهات صعبة سواء لمن هم في المقدمة أو أولئك الباحثين عن دفء الأماكن المزدحمة في جدول الترتيب. العروب المتصدر سيستضيف النهضة، وفنجة سيكون ضيفا ثقيلا على صلالة، والسويق سيكون ضيفا صعبا على ظفار، في حين ستكون مباراة صور ومسقط بحسابات خاصة، وكذلك الحال لمباراة الشباب والخابورة. أما صحار سيستضيف النصر في مباراة بلا جمهور، وسيحاول صحم تجاوز ضيفه المصنعة متسلحا هذه المرة بوجوده في المربع الذهبي للكأس الغالية. مباريات لن تقبل التفريط في النقاط ولا الإفراط في الحسابات، لأن الوضع لا يحتمل الكلام الكثير. في حلقة هذه الليلة مشاهدينا الكرام سوف نتناول العناوين التالية: قرعة المربع الذهبي من الكأس الغالية تسفر عن طرف جديد في النهائي. المهاجم العماني موهبة فذة وأرقام لا تلبي الطموحات في ملف خاص هذه الليلة. نظرة للعشرين جولة الفائتة، عين على القمة وعين على الدفء والقاع. فارق النقطة الواحدة، الحوار الأهم بين أزرق العفية وفارس العاصمة. بدون جماهير، صحار يستضيف النصر في صراع المركزين الخامس والسادس. والأخضران يصطدمان في العفية، أخضر لاستحضار عناده وأخضر لمواصلة صدارته. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. إذن جولة أخرى من جولات دوري عمان تل للمحترفين، نصل إلى الأسبوع 21 ومنافسات كبيرة جدا منتظر أن تشهدها هذه الجولة، خاصة بين الفرق القريبة من بعضها البعض في جدول الترتيب. الخميس والجمعة موعد للمباريات السبع في هذه الجولة، وستكون المباريات على النحو التالي: في اليوم الأول وهو يوم الخميس ستكون هناك ثلاث مباريات، حيث سيستضيف نادي صورة بملعب نادي مسقط في حوار مهم جدا بالنسبة للفريقين القريبين جدا من مؤخرة الترتيب والقريبين بحساب النقاط. صحار والنصر سيلتقيان في المجمع الرياضي في صحار، وستكون هذه المباراة كما تعلمون بدون جمهور نظرا لقرار لجنة الانضباط. في المجمع الرياضي في صور أيضا العروبة سيستضيف النهضة، هذه المباراة ستكون عند الساعة 8:45 صور ومسقط ستكون عبر القناة الرياضية، وكذلك صحار والنصر العروبة والنهضة ستكون إن شاء الله على قناة عمان مباشر. يوم الجمعة إن شاء الله تستكمل هذه الجولة 21، المصنعة سيلتقي الصحم، ظفار سيستضيف السويق، الشباب سيستضيف الخابورة، وصلالة سيستضيف فنجة. تركنا جدول ترتيب الدوري مع نهاية الجولة 20 على النحو التالي: فارق النقطة يبقى كالمعتاد بين العروبة المتصدر ب 39 نقطة ومطارده المباشر نادي فنجة ب 38، نادي السويق في المركز الثالث ب 36 نقطة، ظفار في المركز الرابع ب 30 نقطة، النصر ب 29، صحار ب 28، صحم ب 26، 25 للنهضة، وأيضا كذلك 25 نقطة للمصنعة صاحب المركز التاسع. في المركز العاشر من دورينا الشباب ب 21 نقطة، مسقط ب 20 نقطة، صور ب 19 نقطة، الخابورة ب 19 نقطة، وصلالة في المركز الأخير ب 11 نقطة. مواجهات الجولة 21 سوف تكشف الكثير من الملامح بالنسبة لفرق المؤخرة في جدول الترتيب بالتحديد. ابقوا معنا بعد الفاصل وحوار يتجدد مع أعضاء فريق الدكة، أهلا بكم. تراجعه في الجولة الماضية تركه يقع تحت ضغوط كبيرة. صحار يمني النفس بانتصار يعيد له توازنه أمام النصر المنتشي بتأهله للمربع الذهبي بكأس جلالته. هذه المواجهة تأتيكم على عمان الرياضية في الأوقات التالية. شبح الهبوط والخوف من السقوط يسيطران على صور ومسقط الباحثان عن انتصار يسعف وضعيتهما ويقلل من مخاوفهما. صور ومسقط في لقاء الرغبات المشتركة ضمن الجولة 21 من دوري عمان تل للمحترفين.
هذا اللقاء يأتيكم على عمان الرياضية في الأوقات التالية. بعدما أصبح بعيدا عن دائرة المنافسة على اللقب، ظفار يرغب في النهوض في محاولة لحفظ كبرياء تاريخه حين يستضيف السويق، أحد فرسان المنافسة والراغب في خطف فوز يقربه من دفة الصدارة. هذا اللقاء يأتيكم على عمان الرياضية في الأوقات التالية. قبل المباريات تحضير وحوار، ومن ثم أهداف ونقاط. المستطيل الأخضر بخططه ولاعبيه وأهدافه وأحداثه. حوار رياضي يتجدد، يعتمد على الرأي والرأي الآخر من الدكة. الدكة على عمان الرياضية. حياكم من جديد مشاهدي الكرام، اذا اطلاله اخرى لاعضاء فريق الدكه معكم عبر القناه الرياضيه. الحديث هذه الليله ان شاء الله عن الجوله 21 من دوري عمان تل للمحترفين التي ستقام على مدى يومين، الخميس والجمعه 3 و4 مارس. ارحب بدايه باعضاء فريق الدكه لهذه الامسيه، هلال المخيني ومحمد العاصمي، مساكم الله بالخير. الله نور. حياكم الله طلال عامري وهيثم خليل، مساكم الله بالخير. مساء النور. حياكم الله. الف سلامه يا ابو صقر. الله يسلمك. نشوف الشهر ان شاء الله. حياك الله ان شاء الله ابو صقر، اموره طيبه ان شاء الله. امورك طيبه، اموره طيبه ابو صقر ان شاء الله. الله يخليك. اجر وعافيه ان شاء الله، طهور. هاي المشكله كل ما اشوف العاصمي الامور تزيد هشام هشام. حياكم الله جميعا، وحيا لمشاهدينا الكرام وايضا المغاربه متابعين الحساب الرسمي على البرنامج او البرنامج على تويتر. قبل ما نبدا في الحديث عن ملف هذه الحلقه الخاص باللاعب الهداف في دورينا اللاعب المواطن، وقبل ان ندخل في الجوله 21 نفتح ايضا الحديث قليلا عن اغلى المسابقات كاس جلالة السلطان المعظم لكره القدم، حيث القرعه اجريت هذا اليوم وهي قرعه مطلقه كما تعلمون. دور نصف النهائي سيلتقي من خلال صلاله مع الخابوره وصحم مع النصر في مباراتي ذهاب واياب. الذهاب ان شاء الله سيكون في 6 أبريل، والاياب سيكون في 17 من الشهر نفسه. طلال عامر رحب فيك مره اخرى ابو فيصل. وسنشهد يعني طرف جديد في النهائي لاول مره، تاريخ سيكتب لصلاله او الخابوره، في حين صحم والنصر ستكون مواجهه بطبيعه الحال على الاقل ورقيا وبالارقام هي الاقوى، ونبارك لهم بالتاكيد الوصول الى هذا الدور. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير يا ابو خالد واخواني في الاستوديو، ومسي على المشاهدين الكرام متابعين البرنامج. حقيقه يعني اسفلت القرعه اليوم، المربع الذهبي الخابوره يلاقي صلاله وصحم يلاقي النصر. فريقين يتواجد، يعني واحد منهم سيتواجد لاول مره في النهائي، وان شاء الله يعني نتمنى ان يعني يكون حضور مميز للفريقين على اعتبارهم يعني فريقين. لو نظرنا يعني انا ما اريد اتكلم عن ترتيبهم في الدوري العام لدوري عمان تل اكثر ما اتكلم عن مستواهم في الكاس ووصولهم الى هذا المستوى. الخابوره يعني فريق اجتهد وصل الى المربع الذهبي، صلاله كذلك، ولو ان يعني وجودهم الاخير وقبل الاخير وجابت القرعه الجارين انهم يكونان في المربع الذهبي في المباراتين القادمتين. طبعا صلاله الخابور الذهاب في صلاله والعوده في الخابور في الخابور في صحار. فنتمنى ان شاء الله ان نشاهد مباراه جيده، نتمنى ان يكون تعرف عندما يكون، وهذا ليس لاول مره انهم يكونان في المربع الذهبي. يعني سبق ان الخابور كان تواجد وسبق ان صلاله تواجدوا. معاناه الدوري هذه امر، لكن فرحه الكاس أم شيء آخر. قد يكون هذا
سيعطيهم حافز كبير مواصلتهم العمل في الدوري، مع انه يعني وضع صراحة حقيقة غير مطمئن في الدوري، لكن يعني رغبته ومواصلته في التواصل في الكاس قد يعطي إضافة ومتعة في الدوري أكثر، لأنه ما زال الفرصة قائمة. صحم والنصر فريقان سبق أنهم يعني حصل على ألقاب، النصر 4 ألقاب ونادي صحم لقب واحد، ويعني يتطلع الفريقان أن أحد يعني واحد منهم يكون في المباراة النهائية، سواء كان أزرق الباطنة أو أزرق صلالة. فكل فريق الآن يعني يتطلعوا أنهم يكونوا فرسان الكاس هذا الموسم، على اعتبارهم في الترتيب العام، لكن مفاجآت الكاس واردة أبو خالد، ما في فريق قوي وما في فريق ضعيف، مع أن هناك حسبة أخرى، لكن مباراة الكاس كل شيء وارد فيها. نتمنى إن شاء الله أنه شاهد يعني مربع ذهبي من خلال مباراتين الخابورة وصلالة وصحم والنصر، أنهم يقدموا مستوى كثير جيد، على اعتبار أنهم يعني هذه مفارقات الكاس السنة، هذه فريقين متذيرين الترتيب. كذلك صحم وضع في الدوري يعني في الوسط، النصر نفس الشيء وضع في الوسط، فنتطلع ونتأمل إن شاء الله أن نشاهد خلال شهر أبريل القادم أن مباراة الكاس المربع الذهبي يعني يكون مستواهم كثير جيد، مع أن تعرف مباراة الدوري أبو خالد قد يكون يعني الأربع الفرق مهمة جدا، يعني على اعتبار أنهم راح يقابلوا فرق يريدوا حد يوصل إلى قمة البطولة، والبعض الآخر يعني يبحثوا عن طوق. يعني عموما بتلعب 3 جولات 3 جولات 21 22 23 قبل ما يلعبوا الدور، قبل ما يلعبوا، وبالتالي هذه تكون إضافة واستعداد جيد وتحضير ممتاز لمن أراد أن يعانق الكاس، وحق المشروع للأربعة أندية. الآن نقول حق المشروع، وما زلنا نقول حق المشروع للأربعة الأندية الخابورة وصلالة، وصلوا بجهد، والنصر وصلوا بجهدهم، وصلوا بعطائهم، مهما تباينت المباريات، مهما اختلفت الظروف، مهما لكن الآن احنا كإطار عام 4 متأهلين من المربع الذهبي. اليوم أسفرت القرعة عن مواجهة فريقين الخابورة وصلالة وصحم والنصر، فنتمنى إن شاء الله أن نشاهد مربع ذهبي ممتع جدا. مساء الخير يا أبو محمد، حلو الكلام للجميع طبعا، أخذ رأيكم بس في القرعة. نعم، يعني بداية مساء الخير لكم، مساء الخير للإخوان، ومساء الخير موصول للمشاهدين الكرام. نبارك للفرق المتأهلة أبو خالد بطبيعة الحال. أنا تابعت المباريات صراحة، والفرق الأربعة اللي وصلوا لهذا الدور يعني فعلا قدموا عطاءات جيدة، وفي نفس الوقت بعض الفرق خدمت الظروف، وفي نفس الوقت هي خدمت نفسها من خلال نتيجة المباراة. ولكن في ظل المستويات الفنية في وجهة نظري، أتمنى أن كلامي هذا ما يكون مؤثر، ولكن في ظل المستويات اللي لاحظتها بين الفرق الأربع، أشوف أنه النصر والخابورة الأوفر حظا، إلا إذا تعدلت الأمور بالنسبة لصلالة وبالنسبة لصحم. جماهيريا صحم هو رايح يكون عنده الدعم الأكبر كدور جماهيري، ولكن في النهاية هذه مباريات كؤوس، وكل الفرق يعني عندها حظوظ، ولكن في ظل المستويات في دور السابق، إنه النصر شفت عنده يعني كانت رغبته جدا كانت كبيرة، ولا تنسي إنه هو مر بمشوار وقت صعب جدا، حتى مباراة الغد أمام صحن بيكون هو أكثر فريق اللي عنده مشوار صعب في البطولة. الخابورة صراحة مختلف تماما يعني في خلال الفترة الأخيرة، سواء في الدوري أو حتى في مسابقة الكاس، فريق مختلف ويقدم عطاءات كثير جيدة. صحم نعم يفوز، وفريق عنده إمكانيات عالية، ولكن حتى الآن ما ظهر بهذا المستوى المعهود أو اللي نعرفه عن لاعبين نادي صحم تحديدا. صلالة يعني عنده حظوظه في هذه، لأنه في الدوري والوضع صعب بالنسبة له، ولكن عنده حظ انه يعمل حاجه من خلال هذه المباريات، ونتمنى التوفيق للفرق كلها ان شاء الله. ان شاء الله. ابو صقر مساء الخير يا ابو صقر. مساء النور، حياك الله الحبيب. المواجهتين كيف تشوفهم، نتيجه القرعه في المربع الذهبي؟ والله ابو خالد يعني اشوف انه القرعه ما خدمت الفريقين، فريق النصر وفريق صحام،
يعني اوقعتهم مع بعض، لكن هو هي اربع فرق لازم يعني حنشوف احد الفريقين حيكون متاهل والاخر يخرج، وبالتالي القرعه انصفت الطرف الاخر نادي الخابوره مع صلاله. يعني وصول صلاله الى هذا الدور هو بحد ذاته اعتبره شيء كبير طبعا، انه يتواجد في الدور النصف النهائي على ضوء ظروف الفريق وامكانياته ولاعبيه، وايضا نتائجه اذا ما تحدثنا عن الدوري واشاروا الزملاء الى تواجد فريق نادي صلاله بالمركز الاخير، وايضا نادي الخابوره اللي يقف في المركز بالنسبه للدوري المركز الثالث عشر. فبالتالي هذه هي مباريات الكأس، دائما تشوف انه هناك مفاجآت، هناك امور غير متوقعه، وهذا اللي صار. بكل تأكيد المباراة الأقوى أو المباراتين اللي سنتابعهم ويتابعهم الجمهور هي مباراة نادي صحم ونادي النصر، والحظوظ متساوية بين الفريقين، رغم أن النصر يعني أقصى فريق كان المرشح الأول للبطولة، فريق هو عبارة عن منتخب وطني يعني نادي فنجة، لكن مدربه لم يستطع التعامل مع ظروف المباريات مع نادي النصر. مباراة الذهاب يعني فريق فايز خارج أرضه، جاء خسر في بطولة كأس الاتحاد الأسيوي. المدرب أنا أشوف إلى يعني دخل في هاتين المباراتين 70-80%، ما عرف يتعامل مع ظروف المباريات، أيضا أخطاء حارس المرمى بالنسبة لفنجة. المهم النصر تأهل بجدارة، تأهل باستحقاق، لأنه عرف كيف أنه يتعامل مع خصوصا المباراة الثانية، وزملائي كلهم أشادوا وبمستوى الحارس الرائع والكبير فايز الرشيدي، وإحنا شاهدنا مباراة مستوى الحراس عندما نقول حارس مرمى نصف الفريق. فإذا على نادي النصر يعني اللي يمتلك نصف الفريق اللي هو فايز الرشيدي وجمهوره أن يفرح بهذا الشيء، يعني بالفعل مكسب كبير فايز إلى الفريق وإلى نتائجه اللي تحققت في بطولة الكأس. لا نبخس حقوق اللاعبين الآخرين، لكن هذه حقيقة. على العكس من ذلك بالنسبة لنادي فنجة، للأسف يعني دائما نشوف أنه الجهاز الفني يعني له دور كبير، يعني عشان بس ما نرجع للخلف يا أبو نعم صحيح. يعني أنا أقول لك كيف أنه النصر يعني تواجد، فبالتالي ايضا بالنسبه لنادي صحم كان رائع جدا في مباراه الاياب، واستطاع بجداره ان يتاهل الى المباراه الختاميه، رغم انه الفريق انا ما اتحدث عن الدوري لانه بطوله اخرى، ما كان مستقر هذا الموسم نادي صحم في المباريات اللي شاهدناه فيه، يعني ما كان فريق مقنع في معظم المباريات، وشاهدنا التغييرات في الاجهزه الفنيه. عموما هو اليوم في الدور نصف النهائي وعنده ايضا مباراتين يستطيع من خلالهم، يعني يمكن كثيرين كانوا يتوقعون انه الختام سيكون بين النصر والصحم على ضوء الفرق الاربعه، مع جل تقديري الى صلاله والخابوره، لكن هذه القرعه سنجد فريق، وهي الاحتمالات مثل ما ذكر الاخ ابو حمد الكابتن هلال، انه يعني اللي يشوف على هذه يقول لك انه الخابوره ربما حظوظه اسهل مع ربما النصر، لكن هذه مباريات كأس كل شيء يصير بيها. طيب. وكل شيء وارد طبعا. مبروك للفرق اللي تأهلت، وهارد لك إلى الفرق اللي ما تأهلت. شكرا لك محمد. تعليق أخير بالنسبة لك. مساء الخير. مساء النور. مساء النور لإخواني هنا في الدكة وأيضا لمشاهدينا الكرام. أنا أعتقد أنه لما توصل إلى دور نصف النهائي تنتهي هنا عملية التوقعات ومن هو الفريق الذي سيصل إلى النهائي، واعتقد ان جميع الفرق تقف في نفس الخط، خط الانطلاق. كل مباراه لها ظروفها، وربما شاهدنا الاتحاد كيف يتغلب على صور في موسم 2012-2013 وصل الى المباراه النهائيه ويلعب المباراه مع ظفار في نفس الوقت اللي كان فيه ايضا فريق صلاله 2012 نعم اللي كان فيه ايضا فريق صلاله في طرف في نصف النهائي. اعتقد ان الوصول الى هذه المرحله امر جدا مهم لهذه الفرق. تبقى عملية ماذا يحدث قبل المباراة، ماذا يحدث أثناء المباراة، هي من ترجح كفة فريق عن الآخر. قد يظن البعض أو قد يتحدث البعض على أن القرعة أوقعت ربما صحم والنصر في مواجهة، ولو كانت المواجهة ما بين صحم والخابورة أيضا ستكون مواجهة صعبة
أيضا لو كانت ما بين النصر والخابورة أيضا مواجهة صعبة. البعض يعتقد أنه ربما فريق صلالة هو طرف أو الحلقة الأضعف في دور الأربعة. أنا ما أعتقد أن هناك طرف أضعف ما دام تصل إلى نصف النهائي، تمتلك كل الحظوظ. صلالة تعامل مع المباريات يعني كل مباراة تعامل معها بطريقة معينة، وأحيانا من المعاناة يولد الإنجاز. لذلك أنا أظن أن كل الفرق تمتلك الحظوظ بدرجة متساوية، وقادرة على أنها تقلب الطاولة على بعضها، وقادرة على أنها تلعب المباراة النهائية. يبقى هو العملية ماذا سيحدث في المباراة الذهاب ومباراة الإياب. مبروك لكل الفرق. محمد، احنا ما نقلل من شان أي فريق لما نذكر أنه احنا في ظل المستويات. يعني انا قلت لك وجهه نظري في ظل المستويات. لا ابو حمد، انا ما اقصدك انت. لا لا، ما انا اقصد، انا اتكلم الوسط الرياضي الكامل الان. ابو الجماهير وجهه نظر للجميع. على وجهه نظر كوجهه نظر هي تبقى وجهه نظرك تحترم، ولكن الفوارق الفنيه بالنسبه للفرق على هذا الاساس يعني هذا موجود. أكيد أكيد. ولكن اليوم لما نذكر انه الحظوظ متساويه للفرق، صحيح انه هي مباراه كره قدم في النهايه، هذا لكن هناك في فوارق. الافضليه تكون لمن؟ ولكن الحدث ايش بيكون؟ الصراع ايش بيكون؟ هذا ما لازم الافضليه يفوز. وانا ما اقصد يعني تعقيب على كلامك انت، لا انا اقصد انه الوسط الرياضي بشكل عام ينظر إلى الموضوع أن صلالة ربما يكون فريق يعاني من الهبوط، وبالتالي ستكون حظوظه أقل. لكن أنا أعتقد أنه في المباراة لكل مباراة يعني ظروفها، وأعتقد أن ظروف المباراة هي اللي راح تحكم أكثر من ظروف الفريق. طيب عمر، إحنا لغاية ذلك الموعد نتمنى التوفيق بالتأكيد للفرق الأربعة: صلالة، الخابورة، وصحم النصر. بنروح للمحور الأول في حلقة اليوم، والملف الذي نفتحه مع الزملاء في الدكة المتعلق بالمهاجم في الكرة العمانية، المهاجم العماني وما له وما عليه، وهل نحن فعلا نعاني من شح في موضوع الهدافين في كرتنا المحلية، وما ينعكس بالتالي على موضوع المنتخب الوطني. نبدأ بتقرير المهاجم العماني موهبة فذة وأرقام شحيحة قبل أن نفتح الحوار بعدة نقاط. نتابع التقرير. المعاناة التي تحجج بها الفرنسي بول لوغوين، والاتهام الذي كان ولا زال يوجهه إلينا: كرتكم لا تنجب مهاجمين، كرتكم شحيحة طاردة للأهداف. هل ذلك صحيح؟ ربما نعم، عطفاً على الأرقام المتاحة، وربما محض أعذار تائهة. فالموهبة العمانية مميزة إذا ما قورنت مع من هم حولها. كلما استعصت، كلما ضاقت، كلما صعبت، ظهر الجوهرة ورجح الكفة. لكن ذلك لا يكفي دون صقل، دون توظيف، دون توجيه وعناية. كرة أنجبت عشاق شباك كغلام خميس ومحمد عامر ويعقوب إسماعيل وهاني الضابط وهاشم صالح في زمن الإمكانات الضئيلة، قادرة على إنجاب غيرهم في زمن تناول الطعام بملاعق ذهبية. الأرقام والأحداث المرة ربما ترجح أقوال الفرنسي حسين الحضري، هداف الموسم الحالي حتى الآن ب12 هدفا فقط في 20 جولة. من المهاجمين العمانيين محمد تقي بـ10 أهداف، وسعيد عبيد بـ9 أهداف، فعبد العزيز فالرزيقي والبقية. إجمالي ما سجله اللاعب العماني في 140 مباراة قرابة 180 هدفا من أصل 286 هدفا سجلت حتى الآن. موسم 2014-2015 ميشاك هداف دورينا، يليه عبد الله كوفي، وتصدر عبد الرحمن الغساني الهدافين العمانيين بـ13 هدفا في 26 مباراة بواقع هدف في 180 دقيقة. موسم 2013-2014 محمد الغساني زحم الإيفواري جمع سعيد بـ16 هدف لكل منهما. الموسم الذي سبقه سيسيه هداف الدوري بـ14 هدفا، وهداف المحليين قاسم سعيد بـ10 أهداف فقط. أرقام تشير إلى وجود علة في الخط الأمامي لأنديتنا والكرة العمانية على وجه العموم.
هل ثقافة وفكر اللاعب دور في ذلك؟ وهل الأجهزة الفنية بالأندية تفتقد لحسن التوجيه والتوظيف؟ وماذا عن الأجهزة الفنية بالفئات السنية؟ الكرة العمانية تحتاج لماكينة أهداف لا تنضب. طيب، إذا تقرير يمهد للحوار المتعلق بهذا المحور، المهاجم العماني الهداف في دورينا، وما ينقص هذا المهاجم وما يمكن أن يكون عليه في الوقت القادم مثل ما تم طرحه في التقرير. وحسين الحضري حاليا مثلا في هذا الموسم هو متصدر الترتيب الهدافين المواطنين ب 12 هدف، يلي محمد تقي وسعيد عبيد والمقبالي وهلم مجر لغاية محمد مبارك. طبعا الأكثر من لاعب عنده هدفين، أقل لاعب عنده هدفين، وأكثرهم طبعا الحضري ب 12 هدف. فلان نبدأ الحوار معك فيما يتعلق، يعني على الأقل على اعتبار هو المشهد الأقرب هذا الموسم، بعد 20 جولة عندنا مهاجم متصدر ب 12 هدف من 20 جولة، فهل فعلا نحن نعاني من مشكلة في موضوع الهداف؟ أبو خالد، يعني هذا الموضوع ما أعتقد أنه بس بالنسبة لفرق السلطنة هي اللي تعاني من هذا الموضوع، لأنه فعلا الهداف هو في نوعين من الهداف، ولكن تبغي أنه هذه النوعية هي عملة نادرة، أصبحت يعني عملة نادرة حتى في مستوى الوطن العربي، أصبحت بشكل جدا كبير. لو نلاحظ، ممكن أنا عندي كسرد بسيط قبل لا أدخل في الهدافين بالنسبة للدوري. لو نلاحظ أنه في يعني بداية الثمانينات أو في أوائل الثمانينات، يعني أنه كانت هناك أسامي جدا كبيرة في الخليج، فكان لها صيت كبير، يعني فهذه الأسماء قدمت نفسها بشكل جدا كبير، وهي فعلا يعني هدافين من طراز عالي. في التسعينات هناك في ظهرت أسماء، ولكن الأدوار اختلفت نوعا ما، بدأت أنه الأدوار تنزاد، يعني كان بداية أنه المهاجم هو مهاجم صريح، مهاجم صندوق. الآن لا، أصبح أنه المهاجم، كثير من المدربين يحبوا المهاجم اللي هو يعمل أكثر من دور، يعني مش مجرد أنك أنت كمهاجم وفقط يعني مهاجم صندوق، لا، أكثر من دور، وهذه كلها عوامل وأسماء كثير موجودة. لو جينا بالنسبة اللي دورينا بالنسبة للأسماء اللي موجودة الآن ومتسيدة لجدول الترتيب بالنسبة للهدافين، لو نلاحظ حسين الحضري مش هداف صريح، ولكن لاعب يمتاز بصفات سواء ككور ثابتة، سواء كتمرير، سواء كتمركز، وهذا اللاعب اللي بحثوا عنه كثير من المدربين اللي هو يقوم بأكثر من دور. اليوم أنا لما أنظر للأسماء في الغايمة بالنسبة للهدافين دورينا، أحصل أنه 32 هداف عندنا في الدوري، يعني. ولكن كمهاجم صريح، لأنه في مهاجم صريح مهاجم صندوق، وفي مهاجم اللي هو الوهم يقوم بأكثر من دور، أحصل أنه في 8 أسماء. يعني أنت لما أرجع شوي للتاريخ، يعني نحصل نوعية يونس أمان، هذاك اللي نعمله، اللي نقدر نقول أنه مهاجم فعلا صريح، يعقوب اسماعيل مهاجم فعلا صريح، في نفس الفترة ظهر بعدها معانا عندنا الطيب عبد النور وأكثر من اسم، ولكن مهاجم وهمي، حتى عماد مهاجم وهمي اللي هو يعني يعمل أكثر من دور، سواء خلخلة المدافعين، سواء التحرك بالطول بالعرض، وفوق هذا يهدف. فهذه اليوم المدرب اللي يبحث، المدربين اللي يبحثوا عن هذه النوعية من اللاعبين. فإذا قلنا أنه الآن هناك في تساوي بين اثنين، مثلا على سبيل المثال بين حسين الحضري، واحنا نعرف مركزه مش مهاجم صريح، وسعيد عبيد، برغم انه حسين هو الان متقدم في الترتيب، وسعيد عبيد قام جالس يقوم بدور، بس محمد الساليب اللعب تغيرت، ترى انا هذا اللي اقول لك حتى على صعيد المنتخبات شوف فوارق كبيره بالنتائج. هذا اللي اكمل فكرتي انا، هذا اللي اريد اوصل له، الوضع تغير. اللي يختلف بين اسلوب اللاعبين الاثنين، سواء بين حسين الحضري وبين سعيد عبيد، يختلف اختلاف تام. حسين الحضري عنده اكثر من اسلوب للتهديف، اكثر من اسلوب، يعني وفي بعض القصور سعيد مش عبيد مهاجم صريح. نعم، سعيد عبيد ممكن نفس الشيء، عنده ميزه اللي هو التمركز، وعنده يحب دائما المساحات على اساس انه يضرب المدافعين ويذهب للهدف. فمحمد تغي على سبيل المثال لاعب صندوق، إذا ابتعد عن 18 من النادر أن يرجع يسجل، وهو هداف في الدوري، ولكن لاعب صندوق، يعني خطورته تكون في الصندوق. فهي نوعيات، واختلفت أساليب المدربين، وأنا قلت لك مثل التعليمات التي تنعطي للاعبين على أساس أنه
يعني تكون لأكثر من دور، مش مهاجم بس فقط مهاجم صندوق، ولكن الأسماء والكرة الحديثة الآن تعطي الأفضلية للاعب اللي قادم وسط الملعب، فهذا يكون هو عنده الحل بأكثر يعني من لاعب. عدد الأهداف مقنع الآن، عدد الأهداف للاعبين اللي سجلوا بعد 20 جولة طبعا. يعني السكور هذا مقنع بالنسبة لا 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 مش مقنع، مش مقنع بالنسبة لي، رغم انه احنا يمكن تحدثنا قبل شوية انا ومحمد يعني تتعاني عندك أزمة بالحراس وما عندك لاعب على طول يسجل او هداف، لكن مع ذلك مش مقنع بالنسبه لي ابو صقر. يعني حتى اعطيك مثال على اللاعبين الجانب، بين كوفي ميشاك لاعب نادي النصر الان وبين المهاجم نادي مهاجم بس نتكلم المحلي يعني مهاجم المحلي او المهاجم كل لاعب والاساليب هي اللي تختلف. بالنسبه للمهاجمين المحليين او المواطنين، انا لفت انتباهي بصراحه ثلاث مهاجمين. ما تحدث عن حسين لان حسين هو يعني مثل ما يعرف الكل انه هو مو لاعب مهاجم صريح او مهاجم صندوق هو اللي يسجل. انا ثلاثه عندي: خالد الهاجري لاعب المصنعه عند المواصفات اللي، وما تحدث ايضا عن اللاعب انه اللي عنده الحاسه، حاسه التهديف او اللمسه الاخيره، لان هذا يعتمد على ادوات اخرى. يعني انت شلون تصير لاعب هداف؟ يجب انه عندك لاعب يغذيك بالكرات. يعني من كان عماد في وقتها برز وتألق وأصبح من أفضل المهاجمين في الوطن العربي، كان عنده لاعب اسمه بدر، كان عنده أحمد حديد، كان عنده أدوات تساعده على التسجيل، فوزي بشير غيره. اليوم أنت حتى عماد يعني من تشوفه مع فنجة مو عماد مال قبل، يعني هذا بغض النظر عن السن عامل العمر، وهذه هي كرة القدم. يعني ما لا يوجد هناك لاعب يستمر دائما، هناك لاعب يجب أن يكون يلعب إلى جواره أو يحرره. إذا عماد هناك أكثر من لاعب عليه في الملعب أو مراقب، يجب أن يكون مهاجم آخر حتى يستطيع أن يتحرر. أنا بالنسبة لي قلت لك خالد الهاجري، وعندي أيضا اللاعبين الآخرين اللي كمهاجمين اللي لفتوا انتباهي هو سعيد عبيد، وأعتقد إحنا تحدثنا كثير على سعيد عبيد هذا الموسم. لاعب عنده الإمكانية أنه يكون من أبرز الهدافين مستقبلا، بالإضافة إلى المهاجم اللي من وجهة نظري هو المغبون، مغبون حقه أو ما أعرف إيش قصة المدربين معه، اللي هو عبد الرحمن الغساني. مو فقط لأنه يعني نزل بديل وسجل في مباراة فنجة، هذا اللاعب لا أعطي حقه أنه يلعب في كلاعب في المنتخب، استدعوه أكثر من مرة ويرجعوه ما يعطوه الفرصة، وحتى في نادي فنجة أيضا ما ماخذ فرصته الكاملة، ربما لوجود عماد الحوسني او عبد العزيز. عنده ثلاث اهداف هو في القائمه. نعم هو ما ماخذ فرصته اصلا، لكن لاعب العفو اسف انا صح ما عليه نكمل اذا يعني حتى شرب ماي بصغر يعني عموما. فعبد الرحمن الغساني عنده الامكانيات الكبيره كلاعب، يعني مواصفاته ليس فقط مواصفاته الجسمانيه، ولكن حتى تمركزه، تواجده في منطقة الجزاء، هو يخلق الفرص، مهاجم صراحة يعني للأمانة. لكن ما عنده يعني أنا أريد أعرف، أنا في فنجة الآن ربما ما أريد أنه يؤخذ علي أنه هذا رأيي، أنه ربما المدرب يجي جاسف يقول لك شلون أنا قاعد عماد، يمخاف عماد يزعل علي. شلون عماد؟ نعم مهاجم كبير، قدم الشيء الكثير للكرة العمانية من أروع ما يكون، لكن أنت يجب أنه إذا تشوف لاعب عند المواصفات عند الإمكانية يجب أن ألعب بأكثر من لاعب، ما ألعب باعتمد على لاعب واحد. فعبد الرحمن الغساني للأسف من وجهة نظر شخصية لم يأخذ فرصته الحقيقية، ولم تعطى له الفرصة، لم تمنح له الفرصة. مثل سعيد عبيد استدعاه بول لقول المنتخب بعد ضغط من الجمهور، وتم إيصال الفكرة إلى أنه هذا اللاعب وداف جيد، وبعدين ما لعبه في المباراة الودية، قعده وبعدين طلعوا. فبالتالي نعم يعني أنا ما بعقب على كلامك، ولكن إضافة إلى الكلام اللي تقوله أيضا، عبد الرحمن الغساني الموسم الماضي رغم مشاركاته الضعيفة إلا مسجل 13 هدف. صحيح يعني أنا محمد أنا أتحدث عن لاعب مثل ما أشوفه يعني ما أعرف ليش، هي تبقى وجهة نظر مدربين. صحيح. يعني مدرب يقتنع بهذا اللاعب وهذا المهاجم، بما أنه حديثنا بهذا الموضوع. لكن أنا أظن أن المشكلة الأساسية في موضوع الهداف
لما نجي نقارن وضعين، خلينا نتكلم في التسعينات لما كان عندنا هداف الدوري العماني يحصل على لقب هداف العرب في الثمانينات في التسعينات. انا برجع هذا في النقطه الثانيه الاسماء الحاليه بالاسماء، بس خلينا في هذا الموسم انا ضابط صار هداف العالم. ايه ليش احنا كنا عندنا دورينا ينتج هدافين وحاليا لا ينتج هدافين؟ انا اعتقد انه المشكله تتلخص في عده جوانب. اولا التهديف هذه موهبه في البدايه، الهداف موهبة فطرية، إمكانيات مهارات وموهبة فطرية موجودة عند بعض اللاعبين، لما تشاهده من هو صغير تقدر تحكم على أن هذا اللاعب ممكن أنه يصير هداف وكذا. فبالتالي يتم رعاية هذه الموهبة من وهي صغيرة في كل الدول. أنا بعطيك مثال، من منكم يعرف أن محمد المسلمي في الناشئين كان هداف؟ محمد المسلمي كان هداف فريقه في دور الناشئين. كنا نسمع هذا الضابط لما كان في الناشئين هداف دور الناشئين، هاشم صالح هداف دور الناشئين، حاليا احنا ما نعرف من هداف دور الناشئين. فبالتالي مراقبه المواهب من هي صغيره ما تنعطي حقها، وبالتالي غياب المتابعه في المراحل السنيه هذا عامل مهم والمفترض انه يركز عليه في المرحله القادمه. هذا بنجي في النقطه بنجي. نعم. شيء اخر، اليوم اساليب اللعب اختلفت، وانا اعتقد انه طغيان الاسلوب الدفاعي وعدم المجازفة هذا عامل مهم أثر على نسبة التهديف في دورينا. والدليل أن إحنا اليوم نتحدث في الجولة 20 أن هداف الدوري مسجل 12 هدف، في الدوري السعودي الهداف مسجل 17 هدف في الجولة 18. فبالتالي لاحظ المقارنة، إحنا ما نريد نقارن بهذه الدوريات. دورينا احسب كم مباراة خرجت بنتيجة التعادل 0-0، وبالتالي طغيان الجوانب الدفاعية 23 مباراة، طغيان الجوانب الدفاعية أيضا يأثر على نسبة التهديف. الأمر الآخر، اليوم كل الأندية أول ما تروح تبحث عن المهاجم الأجنبي وتعطيه الفرصة أكثر من اللاعب المحلي. وبالتالي أنت لو تلاحظ من هداف دورينا خلال المواسم السابقة بتلقاه مجانب. الشيء المهم الأخير وأنا أعتقد أنه تكلم فيه الأخوان هو الدافعية عند هذا اللاعب. هذا اللاعب يلعب يعني في موسم من المواسم محمد الغساني ينافس جمعة سعيد على لقب الهداف، وجاي هدافين هو وجمعة سعيد. محمد الغساني ما مستدعى للمنتخب. سعيد الشلهوب ايضا كان هداف في الموسم اللي قبله، ما هداف الدوري ولكن كان من الهدافين، لا يستدعى للمنتخب. كان حتى الشامسي في النهضة اعتقد الشامسي سالم الشايخي ومشايخي سعيد عبيد الموسم الماضي مسجل اهداف كثيرة ترى، وكان متقدم على هدافين المنتخب. احنا نتكلم عن هدافين المنتخب، نقول عبد العزيز، نقول قاسم سعيد، نقول عماد الحوسني، نتقدم عليهم لكن ما يحصل الفرصه للدخول المنتخب. اليوم هل المدرب عنده شجاعه انه يعطي محمد تقي لاعب المخضرم الفرصه للدخول للمنتخب؟ اللاعب قد يمر بفتره توهج وفتره جيده. انا اذكر في مهاجم ايطالي اسمه داريو هوبنا اذا او هوبر اذا كان سمعت عنه، صار هداف الدوري الايطالي عمره 33 سنة واستدعى للمنتخب الإيطالي. أخذ مثال أبسط منه، اتركنا من بيروهوف، سكلاتشي هداف كأس العالم، هداف للدوري وهو في سن متأخرة واستدعى للمنتخب. يعني لاعب بتقدم بالسن وجاء استدعاء المدرب وصار هداف كأس العالم وبعدين فاللاعب الحين لما يسجل هذا. بس ايش المشكلة الآن علاقة في هذا الموسم؟ يعني كل هذه النقاط هي مشكلة الآن موجودة؟ أنا أعتقد أن هذه أسباب تأثر اللاعب. يا أخي ايش المهم بالنسبة لي أنا؟ يعني الآن يذكرني زميلي محمد طبعوني، سيد عبيد كان هداف الدرجة الأولى. نعم. الموسم اللي قبل الماضي. الموسم الماضي هو سجل اهداف كثيره. والموسم هذا مستمر ايضا. الرجل عنده 9 اهداف الان. وما يستدعى للمنتخب. عاد هذا موضوع ثاني. ابو خالد اخوان يعني تناولوا في هذا الجانب يعني عده نقاط مهمه جدا وانا يعني ما اخرج عنها، لكن ركز على الجانب الاهم. تعرف الان يعني احنا نتكلم عن موضوع تنوع اساليب اللعب. غياب الموهبه. اللاعب نفسه واستمرار ورغبته وطموحه اللاعب. لكن عندما نتحدث هذا الموسم عندما نشاهد هداف الدوري حتى الان هو اللاعب حسين الحضري ب 12 هدف، على اعتبار ان اللاعب حسين الحضري يعني كم كره سجلها من كرات، كم هدف سجلها من كرات ثابته. في المقابل عندما نشاهد هو مش مهاجم صريح، هو مو مهاجم صريح، لكن حتى الان عندما الارقام هي الان تؤكد لنا ومن خلال مشاهدتنا خلال 20 جوله الماضيه يعني 140 مباراه ابو خالد ناخذها كم حاله فوز؟ 87 حاله فوز، 87 حاله فوز، حاله تعادل 53 منها 23 مباراه تعادل سلبي
حتى الآن سجل عدد من الأهداف 286 هدف، 286 هدف على 140 مباراة، نتكلم عن أرقام الآن خلال 20 جولة الماضية. كم الأهداف التي سجلت في الشوط الأول، كم الأهداف التي سجلت في الشوط الثاني؟ عندما نتكلم عن 120 هدف سجل في الشوط الأول، ونتكلم عن 166 سجلت في الشوط الثاني، باعتبار أن هذه كلها نسبة أرقام أهداف، هل هي تحقق الطموح؟ هل هي الآن حين عندما يعني نتكلم حصيلة الدوري دائما أنت تريدها تكون وين؟ في المنتخب. كنا نتكلم عن تميز حارس المرمى اللي هو فايز الرشيدي. فايز الرشيدي كحارس مرمى تميز من خلال يعني عطاءه داخل الملعب. عندما أنت توجد في الفريق عمود، والعمود يتكون من الآتي: حارس المرمى، المدافع، وبعدين لاعب خط الوسط ستوبر، ومن ثم المهاجم. إذا عندك هذا العمود ممكن فريقك يكون من أفضل الفرق. عندنا مشكلة في الهدافين أبو خالد، وتتباين تتباين الآراء وتتباين المشاكل بين أن للأسف الشديد عندنا مواهب، لكن مواهبنا لم تسقل ولا تساعدنا في السعر. ما تسقل بمعنى كيف تريد اليوم لاعب يكون يستمر في موهبته والنادي يجيب لك أكثر من جهاز فني خلال الموسم؟ هذه مشكلة من المشاكل يا أبو خالد. هذه مشكلة. ما عندنا إحنا الآن نادي تمسك بمدرب مدة موسمين أو ثلاثة مواسم، أبدا، مستحيل. أبو فيصل، إذا بنتحدث في هذا المحور، أنا أعتقد أنه لو زرنا كل نادي أو رحنا نشوف أي مدرب، هل في تدريبات خاصة للمهاجمين؟ هذا جانب. هل الهداف جالس يتطور في نادي؟ ما هي ترى، شوف يعني حتى في بعض المدربين يقوموا بهذا الدور، أشياء نادرة أبو حمد. في بعض المدربين يعني كتدريب للمهاجم، للمدافعين، للمهاجمين، للاعبين. لا هو يعني كتدريب عام احنا الآن لو أخذنا، لكن شو أنت دائما العمل تأخذ نتائج وين؟ من خلال الفريق، صح ولا؟ طيب احنا عندما نتكلم عن يعني الله يذكره بالخير اللي هو بول لوغون، مدة 4 سنوات ماضية عمل معانا خلال عمله مع المنتخب، كنا نتطلع أن يكون عندنا مجموعة من المهاجمين للأسف الشديد قتل عدد من المواهب. ويوم أقول قتل، لأن أنت تعرف عمر افتراضي تمر على 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 مرحلة، مرحلة بناء لاعب ومرحلة عطاء لاعب. عندما هذا اللاعب ما يحقق طموحه، طموح اللاعب وين هو؟ في المنتخب. فكثير من المواهب، كثير من الهدف إلا ممكن إلا نقول إحنا ممكن يقدموا ويكونوا أفضل حال، ما وجدوا الفرصة الكافية، ما وجدوا من يأخذ بيدهم. يعني كلهم طيب هذا القائمة الحين مشكلة فيها كله عشان ما راحوا المنتخب؟ شوف أبو خالد، قلت لك أنا تتباين هذا الولد المحسن الغساني، محسن الغساني لاعب الشباب، منتخب الشباب. هو شوف الحين الان مباشره في الفريق الاول، حسسنا بجيك على محسن الغساني. احنا عندما نتكلم اليوم عن لاعبين ظهروا من خلال منتخب الشباب وتواجدوا الان في الفريق الاول، على سبيل المثال محسن الغساني، في المقابل نادي السويق متعاقد مع لاعبين اثنين اجانب مع محسن الغساني. ولو تسالني انا كطلال الان وتقول لي من الافضل اليوم انه يتواجد محسن الغساني عم اللاعبين الاجانب اللي متعاقد معهم النادي؟ مع جل احترامي وتقديري اللي انا قاعد اشوفه، اشوف انه محسن الغساني افضل. ولو منح الفرصه هو كان اللاعب الاساسي مباراة الماضية، هو اللاعب الاساسي، هم الاحتياط، هم الاحتياط. فشوف مشكله ابو خالد اليوم، شوف الان كل واحد له طموح معين، تجد ان اللاعب لديه طموح، لكن من ياخذ بطموح هذا اللاعب؟ الجهاز الفني في كل نادي، ومن ثم هو حتى يسقل من النادي يروح إلى وين؟ إلى المنتخب. بس أبو فيصل عفوا، في بعض الأحيان اللاعب هو يفرض نفسه. شلون؟ سعيد الرزيقي من طول فرصة في بطولة الخليج بالصدفة، بالصدفة آخر يوم قدمه، راح سجل سوبر هاتريك في مباراة، ففرض نفسه. يعني في البعض أنت تعطيه فرصة يفرض نفسه عليك كمدرب، هو فرض نفسه في كم مقتنع؟ في كم مباراة فرض نفسه؟ في مباراة واحدة ولا بعدها؟ يعني حتى كأس الخليج ما كمل. يعني في بعض الأحيان يفاجئ اللاعب، هو يفرض نفسه. المواهب موجودة، لكن تبقى أمور، هناك شوائب على هذه المواهب. وأهم، أنا وجهة نظري، أهم عامل للأخذ بيد هؤلاء الشباب هو الأجهزة الفنية أو المدربين اللي يتواجدوا في الأندية. حتى بالنسبة معلش تفضل، هذا جانب مهم. احنا عندما نتكلم العام الماضي سعيد الضبعوني
هداف نادي المصنع صح ولا؟ السنة هذه انتقل إلى نادي النصر. النصر وين سعيد الضبعوني؟ نتكلم عن محمد الغساني قدم مستويات أفضل خلال المواسم الماضية وكان يعني شارك في 2013-2014 هداف جمعة سعيد, جمعة سعيد في الهدافين في نادي السويق. بعدها الموسم تحصله محمد غساني منتهي في الوقت اللي كنا نحن دائما الكل كان يتابع أن اللاعبين الهدافين في الدوري أنت يعني وين تتمنى تواجدهم في المنتخب. عندما نتكلم عن عبد العزيز المقبالي كلاعب احترف في نادي الكويت الكويتي ولاعب يعني فترة طويلة في المنتخب قد يكون الفترة الماظية الآن يتعرض لإصابة ولظروف معينة. تحدث لي عن لاعبين اختفوا مثلا إبراهيم الغيلاني لاعب بدأ كنا نتذكره مع العروبة وصار هداف معصور هداف. أذكر في يوم أنا موجود كنت مسافر مع المنتخب من كان ميلان ما شاء الله طيب الذكر فبداية ظهور أو بروز إبراهيم الغيلاني قبل أن يبرز يعني في مرحلة الإحلال وفي المراحل الأخيرة ما شاء الله قال هذا اللاعب هذا المهاجم حيكون واحد من أفضل اللاعبين مستقبلاً. لكن إبراهيم الغيلاني أصيب وانتقل بين نادي ونادي. يعني أحيانًا ترى يصير في ظروف. لكن في وقته نفس الشيء مهاجم العروبة أيضًا اللي يلعب بمسقط عبد الله الثويني. في الأساس كان مهاجم. نفس المواصفات أيضًا أذكر إنه قال عليه هذا لاعب عنده مواصفات وإمكانيات كبيرة كلاعب مهاجم لكن هو اللاعب أيضًا يعني انا اذكر انه ما يحب لاعب ما ساعد نفسه على انه يعني هناك لاعبين عندهم الموهبه لكن احنا كان قبل فتره كان صراحة. يعني عماد لا زال طبعا بس كان هداف يعني في اسماء كثيره انا هاني كثير من الاسماء اليوم ما في واحد يعني مهاجم تقول هذا اللي ممكن ترسم حتى عليه حتى الان عندك المهاجم اللي هو صريح في الدوري كمهاجم صريح مهاجم صندوق هاني كمهاجم مهاجم صندوق ولكن الاساليب مثل ما ذكروا الاخوان اساليب المدربين اليوم ما يحبوا اللي هو لاعب الصندوق يقول يحبوا اللاعب اللي يقوم باكثر من دور هذا اللي اختلف هذا 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 شيء. الشيء الثاني بعض اللاعبين عندهم الموهبه ولكن ما يحترموا موهبته يعني ما تحصلوا غير منضبطه تحصلوا ما عارف هدفه من نادي لنادي لدرجه فارغ شيء بسيط من الجوانب هذه نفس الشيء تغلل من حظوظك انت كلاعب. وبعدين ابو صقر او الاخ طلال ذكروا نقطه جدا مهمه انا كلاعب يجب ان نفس الشيء لما اكون كهداف انت عمله نادره الهداف يختلف عن المدافع يختلف عن لاعب الوسط اليوم مطلوب الهداف في اي نادي اذا معناته أن لازم يكون عملي مضاعف اختار المكان الجيد اللي هو ينغني المنتخب ما اروح يعني مثل ما ذكرنا مثلا بعض الاسماء بدون اي هدف ممكن انت تروح نادي كبير ولكن ما تحصل فرصتك. شوف ابو خالد حتى على مستوى لاعبين اجانب كانوا مميزين في الموسم اللي فات مع عندي نلاحظهم راحوا انديه كبيره ما لهم ذكر وفي لاعبين مرتبطين بلاعبين ترى ابو خالد الهدافين مرتبطين بلاعبين وخط وسط اللي يفهموهم اكثر فاحنا هذه المشكله عدم اشوف يعني عدم استقرار اللاعب في نادي واحد هذا مشكله من المشاكل عدم وجود صانع العاب في الدورينا هذه مشكله اخرى معد جدا احنا نتكلم عن الكره الشامله نتكلم عن كذا احنا الان شاهدنا تحصل لاعبين على يعدوا على اصابع اليد الواحده اللي تحصلهم هم اللي ممكن يقوموا بالادوار كصانعي الالعاب داخل كل فريق يعني داخل دورينا احنا نتكلم يعني نتكلم عن على سبيل المثال حسين الحضري هداف وصانع العاب ممكن زين نتكلم عن محسن جوهر كهداف وصانع العاب نفس النوعيه نفس النوعيه يعني لاعب وصانع هداف وصانع الألعاب لكن تعال تتكلم عن بقية مع احترام شديد لكثير من اللاعبين ما تحصل أول تعال شوف لاعبين خط الوسط عندما تشاهد لاعبين خط الوسط موجودين صانعين ألعاب لاعبين يقوموا يعني يقولوا حق المهاجم تعال حط كرة مرة ثانية أبو فيصل أنا برجع وبقول أنه أساليب اللعب هي اللي اختلفت اليوم لما تجي تشاهد الفريق يعني المدرب يدخل المباراة ما عنده مشكلة انه ما يفوز بس اهم شيء ما يخسر كمية لاعبين الوسط الدفاعيين اكثر من لاعبين الهجوميين ولو في واحد من لاعبين الوسط ما يقوم بادوار دفاعية بشكل كامل معناته انه هذا اللاعب غير جيد اصبح اللاعب الهداف او اللاعب الوسط المهاجم غير مطلوب كثير في كثير من الاندية اساليب اللعب الحديثة او اساليب اللعب قتلت نسبة التهديف ما عندنا احنا بس يعني في اغلب دوريات العالم
انا اعتقد انه احنا لازم نسال ايضا سؤال، ماذا قدمنا احنا للاعب اساسا انه يكون هداف؟ اللاعب جانا خامه جيده وممتازه، مثلا خلينا ناخذ مثال عبد الرحمن الغساني اللي احنا تكلمنا عنه، واضح امكانياته البدنيه وايضا حتى امكانياته الذهنيه. هل اللاعب يحصل التمارين الكافيه اللي تطور من مستواه كهداف؟ اليوم يعني الهدافين اللي شاهدهم الهدافين العالميين ترى ما صار هداف بس كذا، حتى اللاعب اللي عنده القدره في تنفيذ الركلات الثابته هذا من بعد التمرين يتمرن وحده ساعتين على اساس يطور هذه الموهبه. كم كميه لو عملنا احصائيه كم كميه التمارين الفرديه للاعب المهاجم او للاعب المدافع؟ وهذه موجوده في كره القدم ترجع للاعب بعض المرات ولا كيف اللاعب ترجع للاعب انت تحس ان عندك موهبه حتى يخرج المدرب اذا على كور ثابته وما لا مش الكور ثابته احنا ما نتكلم عن الكور الثابته يعني احنا عايشنا هذه المهاجم يعني مثلا على سبيل المثال حسين الحضري انا امتاز مثلا بالكور الثابته او محسن جوهر انا ما اتكلم عن الكور الثابته بعض اللاعبين يعني انا اذكر بعض اللاعبين بدون ذكر اسماء يمسك عامل الفريق اللي هو مسؤول المهمات راح المدرب وقال له بس حط لي الاضاءه وجيب لي الكور ويجلس يسدد احنا هذا 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 بسيط وهذا على اللاعب لكن لما اتكلم لكن هو عن دور الاجهزه الفنيه نفسها الجهاز الفني انا الاجهزه الفنيه يعني الاجهزه الفنيه لها دور هذا مسلمين منه 23 23 ولكن لما ارجع انا ما اريد اكون محبط لبعض 23 او 24 مدرب في اقل من 20 جوله طبعا هذا بعد على 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 ابو فيصل يعني كم كميه التدريب الفردي للمهاجمين انا لما اقول لما اتكلم واقول لك اللاعب عليه مسؤوليه ليش اقول لك عليه مسؤوليه؟ أعطيني مثال مثل عبد الرحمن الغساني. عبد الرحمن الغساني عليه مسؤولية إذا هو فعلا عنده المواصفات يعني وعامل الشغل برغم أنه ما يلعب كأساسي بس عليه مسؤولية. وعبد الرحمن هو يعرف أنا ما أريد أوجه كلامي لأن أنا أعرف وهو يعرف دوري كم لا 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 الآن أمور مستقرة أنا ما أتكلم عن دوري آخر ولكن حين لاحظنا مدرب لاعبين لاحظناهم في مناسبات ما تليق بهم كلاعبين مع فرقهم الاهليه مع فرق مع مع مع, مع يلعبوا فانديه في دور محترفين هذا وضع هذا وضع ثاني اللي تتكلم عنه انه اللاعب يلعب في هذه من ضمن الاشياء في الدوري ويلعب يعني في هذه من فتره انا اكلمك يعني انا بعطيك فتره طويله يعني ما زالت يعني من بدايه الموسم من بدايه الموسم على اساس ما حد ياخذ كلامي في محور انه انا قاعد مش لاعب واحد بالاسم يعني فاتمنى انه بس حمود لا بس هذا من المواهب الشابة من أفضل المواهب هذا الآن الحالة اللي أنت تتحدث عنها هو مساعد نفسه حمود إلا في هذه الحالة أنا ما مش ما ساعد نفسه في عوامل أخرى حمود هو ما ساعد في 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 جوانب ثانية غير أنه ما ساعد نفسه في جوانب أيضا كانت محيطة باللاعب هي اللي ما ساعدته أنه يستمر اليوم لما نقول مثل عماد الحوسني جاي من الدوري السعودي هداف للدوري السعودي اللي هو يصنف أقوى دوري تقريبا عربي لما يجي هنا وما يقدم المستوى اللي كنا نتوقع مثلا خلينا نقول ظروف الإصابة عبد العزيز العام الماضي كان لعب أيضا في الدوري السعودي اليوم وين هدافين المنتخب الأساسيين وين موجودين رغم أنهم لعبوا في منافسات أقوى من منافسات دورينا انا اظن انه في جوانب اخرى لا زال عماد حضوره قوي كثر خير عماد وجهه نظري حضوره قوي كثر ممكن ما يسجل مباراتين ولكن حضوره قوي صراحه هذا واقع احنا نتكلم اليوم عن التهديف لكن كمجهود وكلعب عماد احنا ما ننكر بالعكس من افضل اللاعبين حاليا في الدوري طيب هو واسماعيل العقمي هو حتى اسماعيل بدا مستواه اعطونا الاحصائيه اللي معه موجوده شباب بالنسبه للهدافين هذا الهدافين اللي في الموسم الحالي طبعا نحن نتكلم عن الحضري ب 12 هدف ومحمد تقي ب 10 سعيد عبيد 9 اهداف عبد العزيز المقبالي 8 سعيد الرزيقي مسجل 7 اهداف قاسم سعيد مسجل 6 اهداف كم هدف مسجلين كلهم الجماعه؟ عماد مسجل لغايه الان 6 وايضا يونس المشيفري لاعب الشباب احمد السيابي مسجل 5 اهداف وعنده غانم بيت سعيد لاعب النوفلي وخالد الهاجري المحليين هذا كله احنا طبعا نتكلم عن المعماليين طبعا محسن عنده 5 وحاتم ايضا اللي ما لعب كثير عنده 5 المعتصم في العروبة عنده 4 سعود الفارسي في صور سعود اختفى على فكره اختفى مهاجم كان جميل جدا وكان في 11 هدف 2013 2014 اليوم عنده 3 وعبد الرحمن الغساني 3 طبعا ما يلعب كثير عبد السلام حتى عبد السلام عنده 3 المدافع الغساني المهاجم عنده 2
هذا اثنين إيه. هنا مو المهاجمين هاي يعني كل اللاعبين لا كل اللاعبين نقصد الناس اللاعبين اللي مسجلين هدفين يطلعون وين سعود لبون عنده اثنين هدفين منصور عنده هدفين محمود الحسين عنده هدفين محمد غساني طيب هداف اللي عنده اثنين ايضا يعني سعيد الضبعون العام في المصنع عنده 10 اهداف صالح منصور عنده اثنين محسن الشاب الجديد عنده اثنين ياسين الشيادي محمد الشيبه عبد المجيد دالي بدر الجابري من اللاعبين اللي اختفوا ايضا هاشم صالح سامي عنده الحسيني. اثنين محمد مبارك ايضا طبعا. سامي الحسيني بدا مواصفاته جميله مع صور شاهدنا هذا الموسم الاصابات سامي ولد منضبط ولا يعني اقصد انه خطأ من اللاعبين المميزين كان اللاعب انا تنبأت له يعني بمستقبل يعني لاعب عنده كل المواصفات المهاجم هو كان ممكن ان يكون محمود السعدي من افضل المهاجمين صراحه وحصل فرص جدا كبيره كم هدف لغايه الان ابو فيصل الان 286 هدف 286 طيب تقريبا الجماعه العمانيين مسجلين 176 176 من ال 286 ايه. طيب. نصف الأهداف نصف الأهداف هو شوف أبو خالد بصراحة ما زلنا نبحث عن مهاجم ما زلنا نبحث عن مهاجمين والمهاجمين يعني الآن أصبحوا عملة نادرة يعني لكن إحنا عندما نتكلم عن بعض اللاعبين لديهم مواصفات المهاجمين مهما تغيرت وتباينت المسميات في اللعب في طريقة اللعب واسلوب اللعب وإلى آخره لكن الهداف يبقى هداف يعني تغير اسلوب اللعب يعني من 2002 2004 يعني الضابط هذا الضابط كان هداف العالم يا محمد ناقص حتى على المنتخب والله مع المنتخب بس يعني يكون عملنا ناقص مع المنتخب وبس اليوم الظهير الأيسر اللي ماخذ دور القطري العلوي يلعب في نادي الريان من وين الولد مني من ولاعب عماني لا زال ستة لاعبين في المنتخب الأولمبي ستة من أفضل وأنت تعاني إنه ما عندك ظهير شمال بعد اعتزال الكابتن حسين مظفر وعندك لاعب يقدم مستويات جيدة ولكن يعني هي المشكلة لا بس هذا المفهوم وهذا الكلام اللي طرحته إحنا يعني مستمرين في المشكلة طبعا لا الأندية الأجهزة الفنية بتخصص مثل ما قلتوا لا اللاعب إحنا هو قبل تخصص يا أبو خالد قبل ان تخصص احنا لابد عندنا احنا انت الحين مثلا منتخب الشباب وفيصل نعم. والناشئين وحتى في البراعم الولد هذا الحسني اعتقد الاخير هو هداف الخليج في البراعم يعني عندك انت طيب الهدافين بس بعدين لما كيف الاهتمام فيهم كيف يصير فيهم هل يتم تطوير هذا اللاعب لا طبعا هذه المشكله تطوير موهبته اذا هذا جانب تدريبي مهم انا يعني اللاعب بيتطور بنفسه بيظل هداف طول لا طبعا التفكير في هذه النقطه اذا ما حصل الرعايه وحصل الاهتمام والمدرب يعني ابو خالد الكل في الجانب الاخر ادارات الانديه تروح تبحث لها مهاجم الكل يشارك الان شوف يعني احنا الان من خلال متابعتنا لنادي خلينا نضرب مثل نادي الخابوره ابو خالد مثل حي نعيش الان في نادي الخابوره سعيد عبيد ظهر من خلال دوري الدرجه الاولى صح ولا هداف الدرجه الاولى هداف الدرجه الاولى وواصل العام الماضي في دوري عمان تل وسجل طيب السنه وواصل في دوري عمان تل وقاعد يسجل ولاعب من اللاعبين الا يعني في مو صغير السن يملك السرعه يملك المراوغه يملك التسديد يملك يعني قد يكون عنده مشكله في يعني هو الكمال لله سبحانه وتعالى عنده مشكله في الراس لكن عنده لاعب في ضربات الراس لكن عنده لاعب هو عنده امكانيات لاعب اللي يبحث دائما عن الصندوق وهذا ما موجوده قد يكون عندنا يعني كثير من اللاعبين دائما اللاعب الهداف خاصه اللي عنده السرعه وعنده كذا اللي مثل ما يصنفهم الان خلال على اعتبار في لاعبين خارج الصندوق ولاعب داخل الصندوق سعيد عبيد يملك هذا الشيء لكن كنا نتطلع يملك في الوقت اللي كان فيه لاعب اللي ممكن تشتغل عليه ايوه تشتغل عليه لين يمتلك الميزتين وين طموح الكابتن سعيد عبيد من 3 سنوات ها هو ظهر وين طموحه الكل نادى ان سعيد عبيد يكون من ضمن تشكيله المنتخب كاساسي يتم اختياره مع المنتخب وبالتالي يكون الجانب النفسي لدى اللاعب والطموح شيء محققه على اعتبار انه طلع من النادي الى المنتخب لكن ابو فيصل ما اقطع كلامك احنا عندنا نموذج لابد ان نشاهد هذا النموذج كيف وصل الى هذه المرحله عماد الحوسني اكتشفت موهبته وهو صغير ما شاء الله شاهده وهو صغير اول خطوه احترافيه لعماد الحوسني كم كان عمره ما يوصل 18 سنه لما راح لنادي الرياض السعودي
لا 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 في هذا الحدود لا 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 ما كان في هذا الحدود عماد مين هو بس لا لا عماد الحسني عماد الحسني احترف في سنة كم احترف 2003 2003 بعد كاس كان بدو في الرياض 2003 2004 كم كان عمره في هذا الحدود 18 19 لا لا اكثر حوالي 20 عماد الحسني كان موظف البحرية عماد الحسني خليفة عايل بدر الميمني لما خرجوا للاحتراف كانوا في سن صغيرة ما مشكلة 20 سنة 21 سنة المهم انه هو في مرحلة صغيرة بدا يتطور وانتقل من دوري الى دوري وهو تتحسن موهبته بسبب الجو التدريب اللي جالس يقضيه طبعا الان عماد الحسني متى وصل هداف الدوري السعودي مع الاهلي السعودي بس عماد كيف اشتغل على نفسه يا محمد معليش هذا اللي احنا نقول أيوة. عماد كيف اشتغل على نفسه اليوم مثل ما وصل على علي الحبسي كحارس مرمى طبعا عماد لعب منتخب الناشئين يعني تاسس ايضا ومشي عماد كان جيل كامل واستكمل. من اللاعبين واستكمل يعني المثال اللي ما تاسس بالشكل مثلا اللي نعرفه جميعا حسن ربيع حسن ربيع صحيح لاعب ظهر وهدف كاس الخليج 19 اوكي اختفى بعدين بس الرجل كان هداف معليش احنا نتكلم عن حاله مختلفه انا اتكلم الان انه لاعب عندك موهبه لكن يتطور يعني بالاستمراريه هو هذا طبعا الاستمراريه والتدرج هذا والاهتمام فعلا هو اللي يوصلك للنتيجه بالنهايه وهذا اللي صار الحين الان عندك انت يعني انا من وجهه نظري مع احترامي لكل الاسماء اللي مرت على تاريخ الكره العمانيه لكن اعتقد انه عماد الحسني هو في رقم واحد معليش حتى لو كان نتكلم عن الأسماء القديمة وغيرها أنا أعتقد أن عماد الحسني كهداف كطينة هداف تدخل لكل مباراة وتتوقع أن عماد الحسني يقوم بشيء مختلف كمهاجم أعتقد أنه حتى كان هاني بعد ما هاني يعقوب إسماعيل كان يعقوب ما استمر يعقوب ما كان شوف هو من اللاعبين اللي كانوا مشروع لا هداف أقول هاشم كان ثاني هدافي الكاس العالم في مصر للناشئين كان الهداف الأول رونالدينيو وهو الهداف أنا من بعيد أقول لك يعني مراقب من بعيد كنت ومن وعد يونس أمان عندي بالبداية نمبر وان كان في تلك الفترة ثم هاني الضابط بالفعل وأخيرا عماد الحسني مع جل تقديري لمهاجمين كثار سجلة وتألقى لكن لا هؤلاء الثلاثة بس في أسامي ظهرت في أسماء لا هؤلاء الثلاثة على المستوى هذا المستوى العربي والخليجي كانوا مشهورين جدا ولكن كمستوى مجدي شعبان يعني نفس الشيء كان بس مع جل تقديري واحترامي للجميع هؤلاء طيب الثلاثة بالتدريج ناخذ نقطة في اللاعب نفسه واهتمام بالمستوى العربي الخليجي لا ضروري ابو خالد يونس اللاعب لما يهتم بنفسه وهو اللي يطور نفسه وهو اللي يسعى انه يكون افضل لانه ايضا مش كله على الجهة الطرف الاخر ايضا انت مطالب وانا اللي اعتقد انه هذا اللي خلى عماد ومن اللي في طينة عماد انه يستمر برغم انه عماد الان عمره مش صغير ومركز المهاجم يعني نفس الشيء الان مع بس عماد الان محتاج واحد معه لا تحرك مو لعبه انا هلال انت تعرف بالاساليب وبالتدريب وعندك شهادات عماد محتاج واحد معه مو اجي انا قلت له لعبه لوحده في هذا الان في هذا العمر في هذا الوضع يعني انا شفت مباراه يعني انت قصدك عماد محتاج لاعب يعني منزل عبد الرحمن انه طريقه اللعب اللي يلعب فيها مو عماد مو يلعب لوحده الان بهذا الموسم فعلا قبل كان غير الان اسمع لي فانت الان تخط له من تلعب الرجل الوحده يعني صحيح. في ظل الاساليب المتغيره في ظل صحيح. المدافعين في ظل اللاعبين خالد تحت الفوكس ما لعب الوحده انا الاونه الاخيره في الاونه الاخيره يعني ما زالت الساحه الرياضيه عندنا والكرويه خلينا نتكلم الكرويه خاصه عندنا ما زالت عامره بمواهب لكن من الصغار من الصغار يعني حتى الان احنا امس فرحنا والله الحمد عندنا البراعم بدأ من البراعم لكن في مشكله يا ابو خالد في عندنا مشكله ومشكله حقيقيه يعني اليوم لا نلف ظهورنا عن 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 عن, 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 عن وجود المشكله والحلول موجوده اليوم عمان تشارك في البراعم وتطلع الاول طيب من فراغ لا طبعا ما في شك في جهد بذل في جهد بذل وشكرون عليه حقيقه وهذا لم ياتي من فراغ هذا يحسب لكن بعدين أيوة هذا يحسب حق الاتحاد لكن فيما بعد حل السنة خلال السنتين الماضيتين بس هذا ما يكون عليه شغل فني كثير لا هذا موهبة أنا أقول لك كبداية أيوة شوف أنا يعني خلينا نكون واقعيين شوية هذه الموهبة كيف أنت تنميها أيوة أنت اليوم بالقلم والورقة عندك مواهب أنت ما ممكن اليوم يعني هذا براعم صغار أيوة هذا موهبة لا أيوة
كيف تتبناهم؟ تتبناهم يا ابو خالد ليس في التدريب فحسب، تتبناهم في التعليم، تتبناهم في السلوك، تتبناهم في التغذيه، تتبناهم في مرافقه من يرافقك، تتبناهم في غرس مبادئ وقيم اخلاقيه، تتبناهم في امور كثيره حتى ان يشب. يعني في عندنا لاعبين يظهروا في في مراحل ويختفوا. يعني احنا لو جينا المنتخب الناشئين اللي حقق النتائج وحقق بطوله كاس الخليج ابو خالد، ما في ناشئ، ما في لاعبين مواهب؟ طيب وصلوا الى مرحله الشباب، والان نتكلم عن محسن الغساني، ما محتاج عمل اداري متابع لهم؟ احنا نتكلم عن انهم وصلوا المنتخبات، صح والله؟ احنا اكتفينا بمتابعه اللاعبين اللي وصلوا المنتخبات، اكتفينا باللاعبين اللي وصلوا المنتخبات من البراعم والناشئين والشباب والاولمبي والاول، كتابعناهم كاتحاد، اعتقد انه انا اقول يعني خلينا يعني اقول على الاتحاد، اللاعبين على الاتحاد، خلي لاعبين الانديه. اذا بنكون خرجنا بمجموعه من اللاعبين الا المتميزين، وبيطلع الهداف الجيد، وبيطلع من الحارس المرمى الجيد. يعني احنا نذكر المواقف، انا كنت شخصيا وشرفني كان ذيك الايام علي الحبسي، الله يذكره بالخير. علي الحبسي كيف ظهر وصل الى 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 انا بقى موضوع الحراس احنا بنفتح ايضا في ايه حلقات لا قادمه. شوف ونفسي يعني خلينا نرجع لك، نتكلم عن الحبسي، خلينا نتكلم عن عماد الحسني. عماد الحسني تعرض لاصابات قد يكون تنهيه عن الملاعب، تبعد نهائيا عن الملاعب، لكن عند الاراده، عند العزيمه، عند الرغبه انه يعود. لا ايضا كان مختلف ابو فيصل، بس اليوم انا لما عندي موهبه مثل محسن الغساني، نعم احترامي الشديد، خلينا نقول محسن الغساني، صلاح اليحيائي، لاعبين منتخب شباب ممتازين، والغافري ممتازين، هذا لا اتركهم يجلسوا في الدوري؟ لا عند شوف حتى الان هذا المفترض صراحه، ما عندك دوري شباب مثل الناس، ما عندك دوري ناشئين مثل. اذا هذا المفروض ان انا اسوق لهم. خالد عندما نتكلم عن هذول اللاعبين، انا قاعد اتكلم عن موضوع المتابعه. محمد وحمد الحبسي وين كانوا؟ ما كانوا في المنتخب؟ ما هذا مواهب؟ هذه مواهب صحيح، هذه مواهب نتطلع انهم يكونوا في لاعبين في المنتخبات. احنا عندنا مشكله يا اخي، عندنا مشكله، ومشكلتنا الحقيقيه موجوده عدم وجود متابعه، موجود خط سير. انا اليوم اريد مثلا، يعني اريد اليوم خلينا ناخذ الحين موضوع ميسي وين كان؟ ما كان لاعب معاق، وكان لاعب مريض في برشلونه، عالجوه حتى وصل الى لاعب على مستوى عالي جدا، صح ولا لا؟ بس في متابعه، اوجدوه ان هذا اللاعب له مواصفات. اليوم احنا عندنا الحمد لله بلدنا زاخرة بلاعبين كرويين على مستوى، سواء كانوا في لعب كرة القدم أو بقية الألعاب، لكن احنا عندنا مسميات كثر، وعندنا شعارات كثر، لكن ما عندنا متابعة حقيقية. اليوم لو أخذنا احنا خلينا ناخذ الآن من هؤلاء البراعم اللي أمس شرفونا وجوا من السعودية وهم في المركز الأول، صح والله؟ وين خطة المتابعة معهم مستقبلا؟ يجب يكون في فريق خطة المتابعة معهم تستمر معهم. عندك الان الغساني، محسن الغساني، انا كلاعب، هذا اللاعب انا يعني شخصيا من اللاعبين اللي اتوقع له يكون لاعب جيد، اتوقع له مع الحذر الشديد انه يعتمد على نفسه، انه يشتغل على نفسه، انه لاعب يكون منضبط وحاله حق بقيه اللاعبين. اليوم محسن جوهر، عندما نتكلم عن لاعب موهبه مثل محسن جوهر، يا جماعه يا اخوان، كم عمر محسن جوهر؟ مش كبير محسن جوهر. طيب من كم سنه محسن جوهر يظهر يقول انا كلاعب موهبه قادمه، صح ولا لا؟ محتاج حد ياخذ بيدي. متى محسن جوهر اتيحت له فرصه انه يشارك في المنتخب؟ وبنيه بعدين كلام انه في لاعب للمنتخب ولاعب لنادي، هذا الكلام انا اصلا ما اؤمن فيه، انه لاعب نادي ولاعب منتخب ما عنده الرتم ما عنده اي هذا كلام. لاعب محسن جوهر، مع قل تقديري الجهود اللي تبذل الاخوان في نادي صحم واللاعبين نادي صحم، محسن جوهر هو العمود الفقري للفريق، هو يتحرك محسن، تحرك النادي، يتحرك حسين الحضري الان هذا الموسم في نادي ظفار، تحرك نادي ظفار. في عندنا لاعبين مواهب، لكن احنا الان نرجع ونقول عندما نطرح المشاكل لابد فيها حلول، الحلول يا ابو خالد لابد انه يكون في فريق عمل متابع. انا الان متفائل من خلال العمل اللي يقوم فيه المدرب الحالي لوبيز، زيارته للانديه ولقائه مع مدربين، شيء جيد. خطوه تحسب. اتمنى هذا الشيء يستمر. اتمنى ان فريق دائره المنتخبات الان بتواجد الاخ محمد البلوشي
بتواجد الان الكابتن مقبول مع بدر الميمني يكونوا فريق متابعه، وفريق متابعه ليس للفريق الاول فحسب، وانما مع الفريق الشباب والناشئين والاولمبي، يعني لازم يكون في فريق متابع للاعبين حتى يوصلوا مستوى، وبالتالي حتى اللاعب ابو خالد يوجه، حتى اللاعب يوجه في حد مهتم، حد مهتم فيه. حل موضوع تعاقدات اللاعبين، تعاقدات اللاعبين، في لاعبين نهوا نفسهم بسبب التعاقدات، مثل ما يعني يختاروا، مع جل احترامي للانديه يختاروا بعض الانديه، لكن للاسف الشديد ينتهم في تلك الانديه. كتكمل على كلام ابو فيصل، تكمل عشان تختم لي عاد، لا بختم لك بس بموضوع مختلف. احنا محتاجين حاجتين، انا اشوف وجهه نظري، اول حاجه انه شوف المواهب يجب انه يكون لها، انا اتفق مع ابو فيصل انه يكون لها برنامج، ولكن من الافضل ان ايجاد لها تسويق، مثل ما ذكر الاخ محمد نفس الشيء، انك تبعثه، لانه هنا عندك الوضع بالنسبه للدوريات المراحل السنيه غير ثابته طبعا، وتلعبها وما يخدمك اصلا، ما يخدمك انت لما يكون عندك لاعب مثل الغافري اللي يلعب في نادي سيبا وصلاح السيابي، الاشول مين الولد الاشول هو الغافري، يعني لاعبين هذا اللي يجب انك تجد لهم حلول، يعني برا عينك تسوقهم برا يروحوا عندك يا ابو خالد. صدق انا اقول لك اياها بامانه. والشيء الثاني نفس الشيء كتكمل لكلامك بعد نفس الشيء ابو فيصل، طالما ان هني في زيارات الان لمدرب المنتخب وعمل يشكر عليه الكابتن لوبيز وكل الغايمين وحتى الاتحاد، اتمنى ان هناك تكون متابعه للاعبين اللي هم خارج السلطنه، خارج السلطنه في عندنا لاعب في نادي في الدور القطري في نادي الرياض لاعب كثير جيد، عندنا حارس ابن الكابتن سميت عوض كثير جيد ويلعب في دوري محترف صحيح، فهذه نفس الشيء، لان اثنين في المنتخب الشباب يلعبوا في الامارات، فعلى العموم انا اتمنى انه نفس الشيء تكون المدرب على اساس يلاحظ مستويات هذين اللاعبين لعله عسل يعني. لكن احنا عندنا مشكله بالهداف عشان بس نختم، لا عندنا مشكله في الهداف، ولكن انا مصر انه اساليب اللعب هي اختلفت، اساليب اللعب اليوم ما في لاعب زين، يا اخي اساليب اللعب اختلفت في المنتخب على الاقل، لا 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 المدربين اليوم ما يعتمدوا على اللاعب اللي هو الصاغط مثل ما كان سابقا، يعني اللاعب عبارة اللي في الامام لاعب الحين بس هاي اختلفت لما نحن لا يعني على مجموعتنا ايران اليوم على مستوى العالم، اليوم على مستوى العالم من هو المهاجم الصريح على مستوى العالم غير سواريز، يعني انا في وجهه نظري كذا، انت ابو خالد كمهاجم صريح لو تكلمنا بس غير يسجل ولا يسجل، ابو خالد عندما نتكلم على الثمانينات التسعينات في دول الخليج يوم تذكر الكويت في نجوم جاسم جاسم يعقوب، بس شوف النجوم ابو فيصل دي كان العرايات تطلع ب 10 و7 و8، لا بس انت شوف هي المواهب موجوده، مواهب موجوده ما تغير شيء، انا اقول بالعكس ما تغير شيء، فلا حسن يسجل 7 بس ما يتغير شيء ابو متى موجود منصور مفتاح يسجل 8، محتاجين يشوف محتاجين الى متابعه، انا اقول شيء قبل ان تكون متابعه فنيه، محتاجين الى متابعه ايش اداريه، متابعة إدارية ومن ثم متابعة فنية، يكون فريق فعلا يتخصص، فريق متخصص من الاتحاد يتابع هؤلاء اللاعبين، واللاعب نفس الشيء، ما نهتم احنا كيف نقص شعرنا، ما نهتم كيف نلبس السنسلة، يجب ان لا نهتم كيف وين نربط تكرم شو اسمه الشورت، ما نهتم هذه شكليات يجب ان نبتعد. انا اتكلم عن محمد المسلمي هذا اللاعب، وكنا يعني نتكلم عنه، شوف طريق شكله في الملعب، رجل جندي، رجل يريد يعمل مهذب شكلا وفنا وعملا، يعني رجل يحترم، رجل يحب، لاعب تتمنى تشوفه في مجموعه من اللاعبين تتمنى تشوفهم، لكن للاسف في بعض الشكليات عماد طبعا يفرض، وعماد عماد الحسني يعني ابدا حتى في يفرض لاعبين الجيل اللي قبل، شوف ابو خالد لاعبين الجيل اللي قبل بصراحه انا فوزي كل لاعبين الجيل اللي قبل احمد حديد يعني بصراحه كان مضرب، يعني ضرب مضرب امثال، هذا الجيل اللي بعد الحين جانا هو الجيل اللي شويه ابو خالد اعطاه الفرصه للاعب، يعني لاعبين يجب ان يتم اعطائهم الفرص، انا اشوف يعني كمهاجم هداف، لا يعني اعطائهم الفرصه في النادي ولا في النادي في المنتخب المهاجمين عندك، ما انا اقول لك انه في مهاجمين استقرار لكن الفرصه امنح الفرصه، من هو صاحب القرار؟ هل هو المدرب؟ هل هو رئيس النادي؟ هل هو الاداري؟ اعطوا الفرصه امنح الفرصه، لكن دائما ابو خالد يعني اذا كان عبد الرحمن الغساني، اذا كان خالد الهاجري، اذا كان يعني سعيد عبيد، نتامل. وبالعكس الان انا اقول شخصيا، اتكلم عن رايي وبكل امانه،
من خلال القائمة اللي أعدها الأخ محمد الآن والإخوان في الإعداد جزاهم الله الخير، والأرقام اللي موجودة واللاعبين اللي قاعدين نشاهدهم ونتابعهم في الدوري يعني، ومن خلال الآن العمل اللي يشتغلوا فيه الإخوان في الاتحاد خاصة في المنتخبات الوطنية، أجد أن هناك فيه تنافس. التنافس وين؟ بين اللاعبين بعضهم على أساس أنهم يحجزوا بطاقة مقاعد في المنتخب. فأي لاعب الآن يريد الفرصة ما زالت مواتية، الفرصة ما زالت قائمة، الهداف عملة نادرة. اليوم اللاعب أصبح كرة القدم مصدر من مصادر الدخل، لابد أن اللاعب اليوم حنا نقول يعني ثقافته منه وفيه. عندما نشاهد ونتابع الدوريات العالمية الآن يجب أننا نستفيد منها بالأشياء الإيجابية. والآن نجد أن نفسنا في الطريق، نتمنى إن شاء الله نكون في الطريق. بس انت ما عندك كيف ما عندك مساله خلصنا حين الوقت. مسوقين صحيح معلومه فقط مسوق للاعب. بغيت انا اشكر زميلي اول ابو محمد الحكماني صراحه، اللاعب اسمه زاهر الاغبري، وانا انا قلت لك زاهر الولد القصير هذا. زاهر انا اعتذر انا كنت اقصد زاهر تعلق في البطوله اللاعب القصير. انا قلت لك الاشول اللاعب القصير، انا ذكرت انه الغافري. بس ابو خالد ما تحدثنا عن المسوقين. مسوق يعني شلون؟ انت مثلا انت عندك لاعب موهوب، لا عندك لاعب موهوب تسوقه خارجيا زي هلال تكلم في دوريات تزجه في دوريات اوروبيه بعض الدول الخليجيه عام هذا يعني شلون اليابانيين منتخب شباب قطر دوريات البرازيل يلعبوا برا يلعبوا كلهم قطريين قطريين ايضا حتى الان مسوق ما عندك مسوق ناجح ما عندك. كيف الاستمراريه اليوم حتى لو نلاحظ بعض المنتخبات الخليجيه اثنين مهاجمين، كيفيه الاستمراريه يعني مثل ما ذكر الاخوان من الاولمبي حتى من الشباب الاولمبي حتى الفريق الاول هم مستمرين حتى الان طبعا عشان كذا يخرج لك احمد خليل واللاعب الثاني اللي هو البشار وقاسم الهويدي فتره الان احمد خليل تخيلنا من الناشئين بدا مع فريق متكامل هو المهاجم الثاني ما عندك تسهيل ان شاء الله بتكون ما عندك هذا محور فرحنا نتمنى ان شاء الله يكون القادم افضل بالنسبه لموضوع المهاجمين في الكره العمانيه. نتكلم عن المهاجمين المحليين بطبيعه الحال بالتالي ايضا التاثير الاكبر على المنتخب. نشوف اراء المتابعين ايضا من خلال تغريداتهم وننتقل بعد ذلك للمحور الثاني. مع كل التقدير لكل المغردين، أشرف الشجنعة يقول قرعة طيبة وعادلة، نسأل الله التوفيق لنادي النصر وصلاة الله أتمناهم في النهاية. جرير يقول ما ينقص اللاعب مدرب النادي يعرف كيف يوظف المهاجم داخل الملعب وينمي مهارته ويطوره أكثر، المدربين لعبهم دفاعي بحت. هذا بعد صحيح. سعيد العلوي الموهبة تحتاج لتنمية وصقل لتنمو وتأتي بثمارها، ولكن في أنديتنا يفتقد لاعب لمن يأخذ بيده وخاصة في المراحل السنية. عبد الله السيابي الكره العمانيه في الوقت الحالي تفتقد على جوده المهاجمين، باختصار اذا بغينا المهاجمين يتطور مستواهم علينا يحترفوا خارج الدوله. يونس الهدابي رايي الشخصي لا تقتصر نجاعه الهداف على موهبه لاعب وانما هي منظومه كامله ترتكز على صناعه لعب وقدرات الفريق على صناعه فرص حقيقيه. بس يكون في مهاجم حقيقي ايضا. العيسائي ينقصهم صناع لعب ولاعبين ذو خبره فرديه مهاريه، على الاتحاد العماني البحث عن مدرب شخصي خاص لحل هذه المشكله. عاد ما مخل يحيى الهاشمي اغلب الانديه لما تتعاقد مع جانب لازم يكون مركز المحترف هو الهجوم وهذا هو سبب اختفاء المهاجم العماني. من ضمن الاسباب طبعا. عبد الله الفريسي يقول تابعوا لقطه ركله جزاء في مباراه الخابوره والسويق، سعيد عبيد من خط الوسط بين اربعه لاعبين يتحصل على ركله جزاء. وتكلمنا طبعا على مهارة اللاعب. محمد بعمر اعتقد ان المهاجم العماني ينقصه يكون خلف اللاعبين قادرين على توزيع التمريرات الناجحة في وقت المناسب. سعيد البحراني في الدوري لاعب مهاجم نادي صلالة عبد المجيد بصراحة لاعب من افضل لاعبين المهاجمين العمانيين وانا اعتبر الافضل مجرد راي. يعني من بينهم صراحة. لاعب مؤثر وجيد. عبد الله الفريسي تابعوا لقطة هذا نفس التغريدة نشوف غيرها. وليد الصبحي اعتقد عدم الاستقرار وكثرة تنقلات اللاعبين كل سنة في نادي لا تسقل موهبة اللاعب، هذا ناهيك عن ضعف الدوري والضغوطات الخارجية. نقطة مهمة جدا طبعا تكلمنا فيها الاستقرار في النادي. سعيد العلوي يقول المواهب تقتل في كل اللعبات، وسألوا محمد العاصمي عن مواهب اتحاد العاب القوى. عاد بس عشان ما نروح ننتقل حديثنا كرة عموما. علي الحضري يقول سؤالي بعد تفرغ الفرق المنافسة على لقب الدوري للدوري فقط، ماذا يحتاج كل منها حتى يتفوق على فريقين آخرين ويحصد لقب الدوري؟ طيب أعطونا الفاصل. ليش هم يبطلوا المواهب في اتحاد العاب القوى؟ ما ليش شغل في العاب القوى؟ كل مكان. أعطونا الفاصل. والله بعد إذا يا
المركز الأخير وواقع اقترابه من السقوط، أمران يفرضان على صلالة ضغوطات أكبر في لقائه أمام وصيف الترتيب نادي فنجة الذي فرط في المنافسة على كأس جلالته ولا يملك إلا القتال على درع دور عمان تل المحترفين. هذا اللقاء يأتيكم على عمان الرياضية في الأوقات التالية. بعدما أصبح بعيدا عن دائرة المنافسة على اللقب، ظفار يرغب في النهوض في محاولة لحفظ كبرياء تاريخه حين يستضيف السويق أحد فرسان المنافسة والراغب في خطف فوز يقربه من تفة الصدارة. هذا اللقاء يأتيكم على عمان الرياضية في الأوقات التالية. أهلا بكم دائما معنا مشاهدي الكرام، ومع أعضاء فريق الدكة سنتحول الآن إلى دوري عمان تل المحترفين من خلال جولاته. مضت 20 جولة حتى الآن في هذا الدوري، الصدارة تبقى للعروبة لكنه في صدارة صعبة بقرب كبير جدا من فنجة ب 38 نقطة فارق النقطة بينهم، والسويق طبعا ب 37 نقطة في المركز الثالث، وبالتالي ربما يعني هؤلاء الثلاثة في المقدمة يبتعدون الآن عن من هم يأتي بعدهم من المركز الرابع وهكذا حتى المركز الرابع عشر. 20 جولة أنجبت 3 زوايا في دورينا. عشرون خطوة أثقلت الكاهل بعض الشيء، 20 خطوة تمخضت عنها أحداث جمة باعثة للحزن والتشاؤم حينا ومطاردة للتفاؤل حينا، وأحيانا تقف ما بين هذا وذاك متكئة على جدار التشاؤل. بعد انقضاء الجولة الفائتة اتضحت الملامح أكثر، قمة فوسط فقاع، حوار متسارع الأنفاس يدور بين العروبة وفنجة والسويق، حوار قد لا ينتهي إلا عند الاصطدام المباشر. السويق والعروبة وجها لوجه في الجولة 24، فنجة والسويق في ليلة وداع الموسم الحالي، إما كوبمان وإما لطفي وإما خيري، هذا في حال لم يغادر أحدهم الماراثون قبل نهايته. حوار آخر يسير بحذر على مناطق الدفء، أعلى درجات البرودة فيه تزداد عند ظفار صاحب المركز الرابع ذو 30 نقطة، وأعلاها سخونة عند المصنعة والنهضة أصحاب المركزين الثامن والتاسع برصيد 25 نقطة لكل منهما. صحم وصحار والنصر يدفعون بقواربهم نحو الأجواء الممطرة هاربين عن التصحر والجفاف. الحوار الثالث حوار يملأه الخوف والرجاء والتوتر والحسابات المتضاربة، بدءا من السماوي صلالة الذي لم يرفع رأسه للسماء في بطولة الدوري حتى الآن عكس مغامرته الناجحة في الكأس الغالية. صاحب المركز الأخير أمامه 18 نقطة من 6 مباريات حتى يصل للنقطة 29، غاية في الصعوبة. أما الفهود الشيخ فهد قالها بكل ثقة وهدوء: الخابورة الخميس باقي في دوري عمان لن يخبط نهائيا، حتى الآن هو في مصاف الهابطين، ننتظر لنرى. أزرق العفية
في مأزق هو الآخر، وخسارة لقاء السويق زادت الطين بلة. مسقط والشباب أحسن حالا نوعا ما بعشرين واحد وعشرين نقطة. السعدي انطلق بسرعة فائقة حتى تعثر بقدم فنجة وأوجع بركلة النصر، وخشاب مسقط رمى بالكرة في ملعب إدارته حينما قال: طبيعي أن احنا نتحمل أخطاء موسم بالكامل سابق. دور الزوايا الضيقة في أزقته الثلاث لا زال يجري بعنفوان الشباب رغم أوجاعه. طيب، إذن مع نهاية 20 خطوة وعشرين جولة لكل الأندية اللي لعبت هذه العشرين جولة، العروبي يبقى في المقدمة. وفيصل قسم اللي عاد هذه مرة ثانية لأن صارت تقسيمات ما بقى 6 جولات. وطبعا الجولة بكرة اللي هي 21 أيضا جولة فيها أشياء كثيرة ممكن تظهر. شوف أبو خالد، خلينا نتكلم على 20 جولة. تقرير طبعوني حقيقة يعني أصاب في رقات كثيرة، يعني فعلا هو دوري في آخر شيء في الزوايق الضيقة جدا. عندما الآن ترتيب الجدول أقدر أصنفه، يعني أجتهد في تصنيفه إلى 3 أصناف. الثلاث الأندية الأولى العروبة وفنجة والسويق، هذول يعني اللي يتصارعون على الصدارة، على الصدارة متسابقون، ما أقول والبطل منهم يتسابقون على الصدارة، على اللقب يتسابقون، على اللقب يتسابقون، على اللقب اللقب حاليا صدارة يتسابقون للقب. زين طيب، ظفار والنصر والصحار هذولا يتسابقون لتحسين مواقعهم والمركز الرابع والخامس في الدوري. يمكن مراكز الشرفية. مراكز الشرفية. هذه فئة ثانية. فئة ثانية هذه الأندية، ظفار والنصر والصحار. زين. من صحم. بس صحم همين قريب عليهم، يعني صحم قريب على صحار، فارق نقطتين وحتى على النصر نقطتين. اذا هنتكلم عن نتكلم عن عن 20 عن 20 جوله الماضيه، احنا قلنا لان اللي عندي 30 هو ممكن ثبتك ثبت في الدوري. طيب 26 نقطه اللي هي صحم، و25 نهضه، وحتى ولمصنعة يعني 21 و20 و19 و11، انا صنفهم كلهم هذول الان في العشرين الجوله الماضيه يبحثوا عن نفسهم الحين. هذا التصنيف الثالث. جوله بكره يا ابو خالد راح تعطي مؤشرات اوضح. مؤشرات اوضح على اعتبار ان في انديه راح تلعب مع بعضها بكره، راح يتقابل صور مع من؟ مع مسقط. هاي بنتكلم فيه بعدين، يعني اقول لك يعني منها يتقابل قريبين من بعض، قريبين من بعض. فبالتالي العشرين الجولة الماضية أنا صنفتها وجهة نظري واجتهادي، قد يكون يختلفوا معي بعض قيد الأخوان، لكن أنا وجهة نظري أن هذه التصنيف. لا ما تعتقدوا يعني مثلا ظفار نصر وصحار هذا اللي في التصنيف الثاني، نعم. ممكن يلحقوا باللي في المقدمة؟ طبعا فارق كبير. هو 16، شوف 16. لا فارق 7 نقاط مثلا السويق الثالث وظفار رابع، فارق بينهم 7 نقاط. سبع نقاط. كيف تعرف المباراة؟ مباراتين وتعادل. مباراتين يعني 3 مباريات. ايه. يعني مباراتين وتعادل. مباراتين وتعادل من كم مباراة؟ من 6 مباريات. من 6 مباريات، بالإضافة إلى أن في بعض الأندية راح تلعب مع بعضها. بس حتى الآن أبو خالد يعني للجولة العشرين لو تلاحظ على بالنسبة للنقاط الفرق كل فريق مهدد، يا تفقد صدارة، يا إنه تفقد مركز، يا انك انت تكون مهدد في الهبوط او الملحق. نعم يعني يعني النقاط، تغارب النقاط هذا ممكن يعمل اللي هو حذر شديد بالنسبه للفرق، لانه اليوم التغارب اللي عليه الفرق سواء الفرق المتنافسه اللي هي 3 الانديه اللي في صلب المنافسه المباشره، نقدر نقول العروبه فنجة السويق الان نفس الشيء، يعني منطقيا الان هذا حسابيا هم الاقرب. نعم هم الاقرب، ولكن ممكن انهم ينلحقوا يعني إيه؟ يعني في فرق نفس الشيء ممكن توصل لهم. ابو خالد انا حط لهم اذا هم ما رتبوا امورهم بشكل جيد. اضف الى ذلك 18 نقطه في الدوري. اضف الى ذلك من المركز السابع، من المركز السابع يعني من الصحم تحديدا، لا نستثني مثلا ظفار النصر صحار، هذول ممكن نفسه على المراكز الاولى الشرفيه الاولى، يعني ممكن الثاني الثالث الرابع ممكن حتى يوصل الاول
في حالة تعثر مستمر بالنسبة لفرق الصدارة، ولكن الخطورة تكمن في وجهة نظري من المركز السابع حتى الثالث عشر، يعني باستثناء زي شلون السابع؟ يعني انت السابع عنده 26 والسادس عنده 28 28 والخامس عنده والرابع، يعني فرق بسيط. لا انا اقول لك ابو صقر، انا اقول لك من المركز العاشر لل14 هذه فئه، ومن الرابع للتاسع فئه ثانيه، هو ذولاك الثلاثه بالبدايه. لا لا يعني من الرابع للتاسع، من الرابع للتاسع 30 و25 اتحدد هذا جوله، يعني المصنع عنده 25 اتحدد جوله بكره. اي لو اللي عنده نعم. لو اللي عنده 27 يوصل الى 30. اما الفرق المهدده انا الفرق المهدده عندي من العاشر الشباب 21 والوراء، يعني مسقط صور 20 وصور والخابوره 19 19 20، صلاله يعني ابو صقر صلاله هو الاخير صقر. يعني انا ذكرت لك من 26 ايش الفرق بين 26 و19؟ ابو صقر على اعتبار شو ايش الفرق 26 شوف 26 فرق مباراتين يفوز بكره. نعم نعم بس انا اقول لك يعني شوف التنافس فرق مباراه مع النصر مباراه 4-9 يفوز لك 6 مباريات يفوز على النصر كم يصير له 29 خلاص. اذا خلاص ايه انتهى فوز بكره. ايوه انتهى لو فاز بكره. انا اتكلم عن 20 جوله الماضيه ابو خالد، انا اتكلم عن 20 جوله، 20 جوله الماضيه قدم في الامان. يعني حطيت قدم في لو فزت بكره عديت 30 عديت مثلا وصلت 31 وما شابه، انت ضمنت نوعا ما كيف المرحله القادمه انك تقدر تشتغل ويبعد عنك الضغط اللي هو النزول وما شابه. يعني هو شوف نقطه الامان هي 30 هذه يعني. نقطة الأمان المنطقية 30 بال 18 نقطة اللي باقية حتى في المواسم السابقة 30 هي كانت النقطة، يعني الموسم الماضي واللي قبله في دوري المحترفين لما كان 14 فريق نقطة 30 هي نقطة الأمان في نهاية الدوري. لكن احنا اليوم نتكلم في الجولة 20، أنا أعتقد أنه اللي وصلت إلى النقطة 25 هي في منطقة الأمان، لأنه مع بقاء 6 مباريات من الصعب أن هذه الفرق تخسر 6 مباريات، لأنها أيضا سوف تواجه فرق في القاع وايضا ستواجه فرق مقاربه لها. فبالتالي من وصل الى النقطه 25 مثل ما قال ابو صير هو اعتقد في الامان. من الفرق من خلال من المصنعه الى الاعلى؟ من هو اللي مستقر فنيا؟ من المصنعه مستقر فنيا وفي تصاعد في المستوى الفني من خلال الفتره الاخيره من بدايه الدور الثاني. شباب ومسقط فريقين والخابورة أيضا عنده توصل 30 أنت تضمن. لكن المنطق أن أنت الآن في الجولة 20 ومتبقي 6 مباريات 18 نقطة وباقي لك أن توصل للنقطة 30 5 نقاط، 18 نقطة من 5 من 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 5 نقاط من 18 نقطة أمر محمد سهل. الخطورة تجي من الفرق هذه اللي مهددة معليش هذه الجولة بيلتقوا يعني مسقط صور الشباب الخابورة بيلتقوا لذلك واحد بينزل الثاني لتحت ولذلك هذه الجولة بتحسم بعض الأشياء يعني أنا أظن 20 جولة ممكن نطلق فيها مجموعة عناوين ال 20 جولة اللي مروا أنا أعتقد أنه الصاعدون ما زالوا في معاناة صلالة واحتمالية نزوله ومسقط أيضا جالس يعاني فالصاعدين ما استفادوا أو خبرتهم ما صقلت بشكل جيد ويحتاج مع أفضلية لمسقط فيما للبقى. قدم في الفترة الماضية نعم العروبة وفنجة كانوا الثوابت من الموسم الماضي إلى هذا الموسم وفنجة أكثر ثباتا في المواسم الأخيرة ظل هو المنافس في يمكن الست مواسم الماضية رغم أن العروبة غير أربعة مدربين ولعب 5 مباريات خارج ملعبه نعم وظل هو الثابت. النهضة ما تعودنا على غيابه وهذا السنة الثانية يغيب عن المنافسة النهضة وهذا علامة استفهام. النهضة ظل 7 مواسم تقريبا من 2006 أو من 2007 لحد الموسم 2013-2014 هو ينافس أما الأول أو الثاني أو المهم من الثلاثة الفرق وغاب في هذا الموسم. كابروا النهضة نوعا ما شوية في حتى العام الماضي يعني كابروا هذا كان مشكلة في بعض الأخطاء اللي كانت واضحة وظاهرة لكل متابع ولكن كان فعلا هناك في غناعة في الجهاز الفني السابق. صحار أنا أعتقد أنه ولادة فريق كبير إذا استمر بنفس العمل. من وجهة نظري صحار جالس يمشي في خطوات تصاعدية جيدة ثبت نفسه في البداية كان يعاني من البقاء وبقى والآن أصبح لديه خبرة هو بكر حاشد جماهير ممكن تكون لأول مرة على حسب المعلومات خارج الملعب خارج الملعب المباراة من غير جمهور هم عاملين شاشات في ملعب فريق أهلي
ممكن اول مره نشاهدها. وين هم بيعملوا شاشه في ملاعب الفرق الاهلي؟ نعم. عاملين شاشات وعاملين والمجلس هذا قايم بدور له الشكر على كيف تاثير المباشر على لا لا ماشي تاثير لا لا لاعبين ممكن هم كم هو توقع مختلف انت حدث مختلف بالصوت طبعا لاول مره ممكن يحصل ان الجماهير تعمل لها شاشه وتجلس تتابع المباراه خارج الملعب. هو قرب الملعب ايضا من مكان هذا التجمع أعتقد أنه حتى صوت الجماهير بيكون واصل إلى أرضية الملعب وتفاعلهم مع الهجمات أيضا بيكون حاضر. أعتقد أنه أيضا المباراة ما بتكون سهلة. فريق قاعد الآن راجع وراجع 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 معنويا بقوة عندما صحيح. نتكلم عن نادي النصر صحيح. يعني مباراة قوية يا شباب في صلارة أنا أعتقد يعني مسألة وقت موضوع من ظفار والنصر وصحم لا جديد للموسم ربما صحم من صعد نافس في واحد من المواسم. ظفار يراوح في نفس المكان نفسها. المفضل له الرابع الخامس والثالث. والنصر قدم الموسم الماضي موسم جيد. هذا الموسم نعم وصل إلى دور الأربعة لكن ما كان الموسم مثل الموسم الماضي وربما فترة المعاناة 7 سنوات أيضا ما زالت مستمرة مع فريق النصر واستمرار غيابه عن البطولات. هذه هي النصر ممكن مع تأخر كبير لصور طبعا محمد أيضا صور قياسا بالموسم الماضي صور احنا نعذره لأن صور أيضا كان صاعد في الموسم اللي قبله أو من موسمين ولكن اعتقد انه صور مكانه مش هذا المكان. فقد لاعبين العمل قبل الموسم ما كان بالعمل الجيد ولذلك الان هم يدركوا خطوره الموقف اللي فيه. الخابور انا اعتقد انه بتكوينته بتشكيلته كفريق محتاج الى الاستقرار والاستمرار. اعتقد انه الخابور الموسم القادم راح يكون مختلف لو استطاع انه يثبت في هذا. شوف هناك في عوامل مؤثره لبعض الفرق صراحه وهذه بدون اي مجامله يعني. تشوف انا اعتقد انه سعاده الشيخ فهد الحوسني كل ما كان غريب من الفريق فريق الخابوره تحديدا تحصل يعني الفزعه تجي من الجميع. هذا الشخص كثير يعني له تاثير على الفريق. فهذا كان واضح يعني في المرحله لان المرحله اللي تاخر فيها الفريق كان هو غير موجود مع الفريق كان افتكر في مهمه عمل او ما شابه المو خارج السلطنه على حسب ما اعرف. ففعلا كان يعني في فراغ ولكن برجوعه عرف كيف يلملم الامور والان الفريق جالس يقدم عطاءات جيده. الشيء بالشيء يذكر نفس الشيء يكمل لجانبين ترى ابو محمد. نعم. يكمل لجانبين جانب المادي وجانب المعنوي صحيح. فعندما تكون هو لا يعرف كيف يدير الامور يعني اداره الامور بمعنى ليس بالكلام وانما عندما يتواجد شخصيه مثل الشيخ فهد في نادي الخابوره ويعطي يعني يتكلم بتصريح قوي ان نادي الخابوره باقي زين. انا اعتبر نادي الخابوره باقي لو نزل لا قدر الله من دوري عمان تل لكن وصولا للمباراه قد المباراه النهائيه او الحين تواجده في الدور المربع الذهبي اذا هذا اكبر دليل على المطبات التي قاعد يعاني منها نادي الخابوره يعني ابو فيصل. أنا يعني اقصد التاثير المباشر على المجموعه بكل تاكيد يعني تاثير وهذا واضح الشيء بالشيء يذكر لان شوف انت القائد دائما يكون داخل الملعب وقائد خارج الملعب. فعندما يكون لك اداري قائد خارج الملعب يؤثر ايجابا يقدر يلم الامور يقدر يعالج الموضوع يقدر فبالتالي انديتنا قائمه على الجهود الذاتيه وليس قائمه على استراتيجيه. تضرب مثال ثاني؟ لا أبا في 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 وصفين عشان بكلمكم عن المباراه بكره. لا في وصفين الان ايش اللي اختلف مثلا في الخابوره واحنا قلنا التاثير المباشر للشيخ فهد لما يكون غريب من الفريق. بعض يعني في مسقط اللي حصل في نادي مسقط تحديدا اللي حصل المدرب عرف كيف يعمل تكوين فريق ولو ان المرحله كانت متاخره ولكن عرف كيف يطور اسلوب الفريق. هذا جانب يعني التاثير المباشر ايش تراجعت نتائج الفريق؟ نعم ايش تراجعت نتائج الفريق؟ احمد تكلم في المباراه هاي لا ما بجيك. الشيء الثاني نفس الشيء هناك انا اتكلم ذكر محمد النصور نتائجه فعلا يعني في موقع غير جيد بالنسبه للصور ولكن اتمنى انه الحمله الان تشتغل فيها الجماهير انها تكون مؤثره لمسيره الفريق لان لاحظنا جماهير نادي مسقط كانت مؤثره جماهير نادي الصحار جماهير اكثر من نادي عندهم جماهير يعني في تاثير قوي ولكن من المؤثر المباشر هناك في رئيس نادي هني في مدرب عرف كيف يتعامل مع في جانب اداري في جانب فني اي بالضبط
طيب. فنتمنى ان شاء الله انه يكون طيب. بناخذ بنروح لمباريات اليوم الاول في الجوله 21. ثلاث مباريات بتكون ان شاء الله: سور مسقط، العروب النهضه، صحار والنصر. بناخذ التقرير وبنرجع نتكلم في الوقت المتبقي عن هذه المباريات الثلاث. خشية وترقب قبيل انطلاق الجولة 21 من دوري عمان تل المحترفين. صور ومسقط مواجهة فارق النقطة الواحدة. المرابط يأمل قيادة سفينة الربابنة لكسر الفارق المذكور حتى يرتدي طوق النجاة في بحر ذو أمواج عاتية. الأمواج ذاتها ترتطم بقارب العويسي ورفاقه، لا سيما بعد الخروج الصادم من كأس صاحب الجلالة. الصدمة المرة لجماهير الفارس سبقتها صدمات أخرى: إيقاف البرازيلي فينيسيوس، إصابة ضيوف الذي أشار بيان نادي مسقط إلى أن علاجه سيستمر لمدة 10 أيام بسبب تمزق في غشاء العضلة الخلفية، وفال الذي سيغيب عن الملاعب لسبعة أيام بسبب العضلة الضامة حسب ما أشار البيان. للمرة الأولى منذ صعودهم مباراة صحار في مجمع صحار دون جماهير. فقدانكم موجع يا تماسيح، لكن علّه درس يتعلمه القلة كي لا يشوه ذاك الجمال الاستثنائي. صحار يستقبل النصر في لقاء فريق النقطة الواحدة أيضا، الأخضر لحجز مقعد ضمن الأربعة الكبار على أقل تقدير. أما الأزرق نام مطمئنا هانئا ليلة الأحد الفائت عقب بلوغه نصف نهائي الكأس الغالية. فايز ورفاقه يأبون العودة إلى صرارة بخفي حنين، والنصر يأبى الخروج خالي الوفاض في موسم الضخ المالي. الأخضران يتصادمان في مدينة صور. أخضر البريم العنيد توشح بعباءة التفاؤل والتميز بعد جدران. 25 نقطة لا تكفي لضمان البقاء في دوري متقلب المزاج، لذا سيستحضر النهضة عناده حينما يواجه المارد العرباوي متصدر دورينا وحامل لقب الموسم الفائت. العروبة يسير بثقة يغلفها الحذر، لا سيما وأن المتربصين لن يفوتوا فرصة تعثرك يا مارد. طيب، ثلاث مباريات انطلاق الجولة 21 من دوري عمان تل للمحترفين. صور مسقط الساعة 5:15 إن شاء الله في المجمع الرياضي في صور، بتكون مباراة منقولة عبر القناة الرياضية. العروب والنهضة بعدها في نفس الملعب الساعة 9:15 بتكون على قناة عمان مباشر. صحار والنصر في مجمع صحار الساعة 7:15 بتكون إن شاء الله على القناة الرياضية أيضا منقولة. العروب والنهضة أبو فيصل المتصدر طبعا. المتصدر مع هو النادي العروبة، يعني يملك الأرقام الآن الأكبر على اعتباره هو يملك 39 نقطة، يملك هو نسبة أهداف حتى الآن الأعلى، مسجل حتى الآن 32 هدف. هداف من الفريق له محمد تقي عنده 10 أهداف. فريق ما زال يواصل الصدارة بفارق نقطة واحدة عن صحم عفوا عن نادي فنجة. يقابل نادي حقيقة مثل ما تكلموا الإخوان عنه كان يبحث عن نفسه الآن على أساس ترتيب في سلم ترتيب، مع النتائج الإيجابية الأخيرة في الفترة الأخيرة، يعني في الجولة 19 وحقق الفوز على نادي نصر بهدفين في الجولة 19، والجولة 20 تعادل مع الخابورة بهدف لهدف اللي هو نادي النهضة مع المدرب الوطني الآن حاليا في نادي النهضة. بكره خليفه عفوا نادي العروبه بكره بيتمسك بالصداره باي حال من الاحوال، ما عنده حل، يعني ما في يعني مباراه كؤوس الان صحيح. مباراه كؤوس، كيف الطريقه وكيف الاسلوب هذه بكره سنشاهدها، وكيف يتعاملوا معها الاخوان في نادي العروبه بدءا من تجهيز اللاعبين نفسيا واداريا وفنيا لمباراه بكره. ودائما مباراه العروبه مع النهضه تاخذ الطابع الندية والحماس والرغبة، يعني فريقين يعني من الفرق المتميزة في دوري عمان تل المواسم الماضية، ودائما المباراة بينهم دائما فيها ندية وإثارة. عندما نتكلم عن نادي العروبة بالأرقام شوي، خلينا نتكلم أبو خالد مقارنة مع نادي النهضة. نادي العروبة مسجل 32 هدف، سجل 14 هدف في الشوط الأول وسجل 18 هدف في الشوط الثاني. عندما نقارن نادي النهضة، نادي النهضة يسجل سجل 7 أهداف في الشوط الأول وسجل 14 هدف
في الشوط الثاني. نادي النهضة أغلبية الأهداف كان يسجلها في الشوط الثاني. يعني قلة أهداف في الشوط الأول. في المقابل يعني نادي العروبة 14-18 فارق 4 أهداف تقريبا. فنادي العروبة يسجل في أي في الشوطين في أي وقت يسجل. لكن تسجيل نادي النهضة يأتي متأخر. فبالتالي نتمنى نشاهد بكرة مباراة كثير ممتعة. ونادي العروبة لديه يعني الرغبة الأكيدة أن يظفر بالفوز فمع فريق عنيد وفريق نادي النهضة. في حد بيضيف شيء؟ نعم. بالنسبة الصدارة صعبة صارت بالنسبة للعروبة وفنجة والسويق. يعني الثلاث الفرق يلعبوا في يومين مختلفين. هذه ممكن تسبب إشكالية. العروبة يعني ما عنده مجال غير إنه يفوز بكرة. والنهضة نفس الشيء لأنه يوم ثاني بعدها يعني السويق. فطبعا هم اللي ممكن لو فزت انت بكره كالعروبه كمتصدر ممكن تحط السويق وفنجة هم تحت ضغط. ولكن اذا انت تعثرت في هذه الجوله امام النهضه تاكد انه خلاص الصداره رايح يكون لها فريق جديد في الجوله القادمه. هل النهضه ممكن يعرف العروبه؟ والله النهضه في مع الكابتن خليفه يعني قدر يعمل مباريات جيده. ولكن ما في مباراة كانت على حسب يعني تابعتها بشكل مباشر بشكل جدا كبير. ولكن يعني الفريق اختلف مستوى. يعني لاحظنا هذا الشيء اختلف. نعم بعد المدرب السابق. هي قوة المواجهة ما بين أو المحور الأساسي بيكون في المباراة فريق يرغب في أنه يضع نفسه في مكان الأمان هو النهضة. بينما أيضا فريق آخر يبحث عن أنه ما يتعرقل. فبالتالي المباراة مهمة بالنسبة للفريقين. النهضة خسارته ما تعني أنه نزل. نعم يضع نفسه في موقف غير جيد. بس بالنسبة للعروبة أعتقد أنه دوافع الفوز بالنسبة له أكبر لأنه الملاحقين في الخلف ينتظروا نقطة نقطة تربص 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 الصدارة. أكيد نشوف هذه المباراة مثل ما قلنا 8:45 9-4 العروبة والنهضة بيكون في مجمع صورة عبر قناة عمان مباشر. محمد الكلام معك يستمر. السحار والنصر أيضا المواجهة ما بين فريقين يعني الفارق ما بينهم نقطة واحدة. أهمية المباراة أنها أيضا تمثل استمرار لصحوة النصر أو مستوياته اللي جالس يقدمهن خصوصا أنه منتشي بالصعود للمربع أو دور نصف النهائي في بطولة الكاس. بينما صحار أيضا بدأ يعني يستعيد ما نقول شيء من عافية ولكن يريد أن يصالح جماهيره خصوصا بعد النتائج سلسلة النتائج التي لم تكن مرضية. يريد يرجع إلى يصالحها بدون وجود هالمرة بدون وجوده. ورغم ذلك الجماهير لم تتخلى عن الفريق. وهذا لما نتكلم عن جماهير صحار جالسة تدعم الفريق حتى وهو يعني الفريق ربما نتائجه ليست جيدة. أنا أعتقد أنه الفريقان عندهم الإمكانية لتقديم مباراة ممتازة حسب العناصر اللي موجودة في الفريقين. صحار دخل في إشكاليات وتوقيفات بعض اللاعبين وتغيير في الأجهزة الفنية. هذه النقطة كنا نبغى نتكلم عليها ولكن الوقت ما يسمح. وحديث أنا أعتقد أن كل اللي حصل في صحار هو سوء تعامل إداري بحت مع موقف صحار في الصدارة. الجميع لما وصل صحار إلى الصدارة بدأ يفكر في اللقب. فبالتالي بدأت تتولد الأخطاء من القرارات وربما آخرها استبعاد مجموعة من اللاعبين عن الفريق كإجراءات انضباطية وغيرها. أعتقد أن صحار مرة أخرى سأقول ولادة فريق كبير ولكن يحتاج إلى أن يكتسب الخبرة. العمل في صحار جيد على مستوى المواهب والعناصر. صحار والنصر النتيجة تعادل 1-1 صحار والنصر بتكون مجمع صحار الساعة 7:15 بتكون هذه المباراة الثانية اللي بنقول إن شاء الله عبر القناة الرياضية. المباراة الأولى طبعا صور ومسقط بتكون 5:15 يا وصقر. صور ومسقط مسقط يعني بدأ واضح إنه مباراة عنق الزجاجة الهروب من عنق الزجاجة بين فريقين. مباراة 20-19 مباراة لا تقل أهمية عن المباراة الفريق المتصدر. يعني كل فريق الآن إذا الآن يعني يجب أي فريق يعني يبحث عن الفوز في هذه المباراة الفريقين لأنه أيضا ينتظرون تعثر المنافسين الآخرين. يعني أنت عندك أيضا يوم الجمعة مباراة بين الشباب الخابورة في هذا المركز كلهم المصارعين. مسقط بدأ واضح أنه يعتمد على محترفيه. إذا محترفيه قل عطائهم
انت الان تشوف انه محترفين مسقط مصابين حسب ما طالعنا بالبيان، وفتره غيابه مثل مسقط يعاني كثير لانه محترفيه غير موجودين في المباراه. صور يلعب يفترض على ارضه وامام جمهوره انه المباراه الان يعني تكون غير عن المباريات السابقه، خصوصا الان وصلنا الى ازدال الستار، الى العد التنازلي، الى يعني يفترض ان تكون مباراه قويه جدا بين الفريقين. ما في حل عندهم يعني تعادل خساره بالنسبه لهم خلاص يعني، لكن هو الارجحيه لنادي صور، مو معناه انه صور سيفوز على مسقط لا، لكن من خلال المعطيات انه فريق مسقط الان يمر بحاله منها المحترفين المصابين اللي عنده، وهي مشكله احنا شاهدناهم تألقوا كثير سابقا، ضيوف وعبد القادر فال، فسيعاني. بس شوف ابو خالد، على اساس احنا الان مباراه صور ومسقط فريقين يعني يبحثوا عن تحسين مركز، يعني الفوز ما هو جيران جيران يعني، هذا عنده 20 وهذا عنده 19 مقصور على اعتبار انه هو ارتاح اكثر لانه مسقط لعب مباراه في الكاس، مباراه الكاس الدور الاول انتهت عليه المباراه تعادل 1-1 بين الفريقين، فهل التعادل بكره بيخدم الفريقين؟ انا اعتقد انه ما راح يخدم الفريقين، لابد انه احد الفريقين بكره يفوز. طيب اذا صور مسقط، العروبه النهضه، صحار النصر، ثلاث مباريات وانطلاق الجوله 21 من دوري عمان تل المحترفين الخميس ان شاء الله 3 مارس. بنشوف التغريدات، طيب نتابع التغريدات قبل ما نطلع الفاصل. تغريده ايمن ابراهيم، مسقط وصور الفائز منهم يبقى في دوري عمان تل، الخاسر يهبط الى الاولى، يعني مع بقيه الحسابات الاخرى. تغريدة أخرى لمحمد يقول فيها صباح الخير شباب، اللقب لن يخرج من العروبة وفنجة والسياق، أما الهبوط فصلاله تقريبا هبط، ربما يرافق مسقط أو الخابورة. أحمد، البطولة السويقاوية والأقرب للهبوط صلاله وصور. عادل لهيبي، صور ومسقط صراع الهروب من منطقة الخطر، بالتوفيق لفارس العاصمة جمهور الفارس المسقطاوي، موعدنا مجمع صور. تغريدة أشرف جنعة يقول مباريات مثيرة ومتكافئة، أتوقع فوز كل من مسقط، العروبة، صحار. أبو ياسر المخيني، طبعا من غير المارد هو الأوفر حظا والأقرب، من غير المارد هو الأوفر وحظا والأقرب والأحق بلقب الدوري، عطفا على المستوى والثبات دفاعيا وهجوميا، الدوري عرباوي بإذن الله. سهيل العريمي، المارد العرباوي هو الأقرب، ولكن ناديا فنجة والسويق لن يرفع الراية حتى صبرة النهاية، والإثارة سوف تستمر حتى الرمق الأخير، بالتوفيق للأخضر. تغريدة طلال الرحبي، أتوقع اللقب يذهب رويدا رويدا للمارد العرباوي، أما بالنسبة للهبوط فتوقع مسقط وصلالة. الحضري يقول نتمنى أن نرى مباريات جميلة ومفتوحة بين الفريق الفرق من الآن، أقول الدوري للمارد العرباوي، تذكروا كلام نهاية الموسم، وتحياتي للكابتن هلال، حياك الله. محمد الخميسي يقول تعودنا في دوري عمان المحترفين البطل والهابط مجهول إلى نهاية صفرة الحكم في الجولة الأخيرة، هذا ما يعطي الدوري إثارة وندية للنهاية. طيب نأخذ الفاصل وبنرجع نتكلم في اللحظات الأخيرة. هدايا كثيرة مع برنامج مكاسب من عمان تل، احصل على مكالمات مجانا، الانترنت مجانا، رسائل نصية مجانا، تخفيضات على الفواتير، قسائم شرائية، مرحبا بك في عالم من المزايا مع برنامج مكاسب من عمان تل. للتسجيل اتصل على نجمة 224 مربع او تفضل بزيارة www.omantel.or. قبل الختام تغريدتين بسؤالين لأعضاء فريق الدكة، نشوف التغريدات هذه. هذه تغريدة من أحمد الخروصي، سؤالي لأعضاء الدكة، من وجهة نظري لاعب نادي السويق ياسين شادي أحسن لاعب في الدوري، هل توافقون الرأي؟ من أفضل اللاعبين، من أفضل اللاعبين، بين أفضل اللاعبين، بس مش الأفضل، من بين الأفضل، لا ما بين أفضل اللاعبين، من بين الأفضل. طيب السؤال اللي بعده والتغريده اللي تحمل السؤال من يونس الهدابي، سؤالي بعد تفرغ الفرق المنافسه على لقب الدوري للدوري اللي ما صعدت قصده، ماذا فقط يحتاج يكون منه حتى يتفوق على الفريقين الاخيرين اللي هم طبعا صلاله والخابوره على اعتبار موجودين في الكاس، ايش يحتاج؟
مصقر سؤال شوي سؤال غلي سؤال شوي يحتاج لوقت يعني اللي خلاص يتفرغ للدوري كيف ممكن يكسب الخابور وصلالة اللي هم موجودين في الكاس عندهم كاس وعندهم ممكن يهبطوا قصده هذا بالعكس يعني ما ثابت يعني ما شيء ثابت ممكن انهم يتفوقوا هم تواجد الان النادي صلالة في الكاس يعطي دفعة هم بيلعبوا شهر 4 شنو الخابور ايضا والخبر نفس الشيء يعني اعتقد انه يتكلم على اللقب الدوري ايضا بس هو الحمل بيكون ثقيل على الفرق لان هم بيلعبوا اعتقد مع هذه الفرق الخبور وصلاله اي بس ما باقي انك تفوز لازم تفوز على الخبور وصلاله وبقيه الانديه اللي يريد اللقب يفوز واللي يريد يبقى يفوز ما في حل عموما هذا الشعار يعني بكره اول ثلاث مباريات بنشوف نتائجها في النقل المباشر وبنتكلم عنها اكيد شكرا لاعضاء فريق الدكه هلال المخيني محمد العاصمي طلال العامري هيثم خلي شكرا لكم جميعا شكرا لكل المشاهدين نلتقي ان شاء الله مساء الخميس الى اللقاء